ضيفنا وضيفكم الليلة فنان مغربي محبوب وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة ومتعدد المواهب. ضيفنا وضيفكم الليلة فنان اللي الاسم ديالو لسوء الحظ مرتبط بزاف ديال لي بوليميك. ضيفنا وضيفكم الليلة نتعرفوا عليه مع الجينيريك. مشاهدينا مساء النور، مرحبا بكم معنا في قناتكم الفنية والفضائية شادة تي في. كيف ليلة كل الخميس وحلقة جديدة من برنامجكم آخر كلام. دائما بطاقة الحال كيكون معنا ضيف أو لا ضيفة. ضيف اليوم هو محبوب الجماهير لعدة سنوات وما زال بطاقة الحال الحمد لله قريب من الجمهور ديالو، الفنان والكوميدي سعيد نصيري. مساء النور. مساء النور. وكاين أخويا تجي ليك راه تيخلع دابا كتسمع آخر كلام وديك الدقة ديال القلب كتقول صافي راه دافنا غير نيماسيون قر قول اش عندك. صافي سعيد بليزير نكون معاك اخويا رشيد. بليزير بارطاجي. انا تنموت عليك وعزيز عليا من زمان وصاحبي. هذاك شنو بغيتك تقصح معايا شويه في لا شويه نديروا بعدا لونطري الاولانيه وديك الساعه نشوفوا صافي. اول فقره من فقرات البرنامج من انا. سعيد نصيري، هذا سؤال تقليدي وباش كنبدا جميع الحلقات ديال البرنامج، شكون هو سعيد نصيري؟ صاحب رشيد. لا من غير صاحب رشيد. صاحب رشيد تحياك رشيد. سعيد نصيري. سعيد نصيري الان الحاج جوجل جمع تبارك الله عليه جمع كاع المعلومات على سعيد نصيري. سعيد نصيري ولد درب ولد الشعب، ديما ديك ولد خلاوة الجمهور اللي سماني ماشي انا اللي سميت راسي، لان الاعمال ديالي كلها كتسم بهاد الشخصيه هذه. وحتى من خلال فيلم ولد الدرب وسي، وخلال ولد الدرب مسرحيه ولد الدرب وسي، وتعرفت بهاد القضيه ديال ولد الشعب اللي قربي من المشاكل ديال الشعب ومنها. وانا جد سعيد وجد فرحان، ماشي غير سعيد الناصري ولكن سعيد فوق سعيد، ان الناس يلقبوك بواحد اللقب بحال كما كنشوف مثلا عادل امام سمينو الزعيم، بحال عدد كبير ديال الفنانين اللي عندهم اسماء اللي الشعب اللي بسميهم هذيك الاسم، وانا فرحان بهذه المساله. الحمد لله. الو نبداو معاك. 25 شتنبير 1960 ولي قال لك الوليد هذاك سميتو الوليد اللي تزاد في 1960 شحال هي هذيك تبارك الله. 25 شتنبير 25 شتنبير 09 شي حال 1995 كبر من بنتي كصغر من بنتي بعامين. ولد الدار البيضاء. ولد الدار البيضاء فين بلا هنا بلا في الدار البيضاء سعيد. داكور. زدت في درب سبليون ومني ولات عندي واحد 12 سنه تحولنا لحي الفرح، ولينا شويه عندنا شويه الفلوس، كان عندنا بيت، كان عندنا بيت ولا عندنا جوج بيوت، بيتو كوزينه بلوتو سطح، ما كناش كنشوفوا الشمس في درب سبليون. فمن بعد بقات علاقتي مع درب سبليون بزاف، درب السلطان، لان درب السلطان له تاريخ، حتى وليت لو بريزيدون ديال جمعيه زواج درب السلطان. كتامن شويه بالابراج ولا والو؟ كنامن بكل شيء. كتامن بكل شيء. كل شيء والله العظيم، كنامن بكل شيء، كنامن بالسحر، كنامن بالعين، كنامن لان هادشي كله مذكور في الدين ديالنا ومن غير الدين ديالنا حتى في التقاليد ديالنا. ما امنتيش في هادشي ما تخافش. البرج ديالي هو لا بالونس، هو الميزان. كاين اللي كيقولوا عليه ما عرفش راسو شنو باغي، وكاين اللي كيقولوا لا حقاني بالعكس رمز ديال العداله، رمز ديال هو في حق لا بالونس كيقول لك لا بالونس نو ديجا مي سكي بونس، تيقولش لك داك الشيء اللي في دماغه، ولكن لا بالونس كيقول لك بانه انسان متوازن ومعقول وما فيش تحربيات وتبقى دائما شنو البالونس سي هو لو سين ديال بزاف ديال لي ستار عالميين عافاك. امثال مات ديمون، ويل سميث، جون لينون، كل الناس القاصحين كيقولوا عليهم كذلك انه سي واحد لو سين اللي كيعطي بزاف في هذا الميدان ديال النجوميه. الناس اللي كيتزادوا تحت هذا لو سين هذا بليز اوموا كيكونوا ستار من بعد او نجوم من بعد. هذه خديتها من عندك الان. انا استفدت الحمد لله. مي باغ كونت كيقولوا عليك كيعجبوا لي زيميسيون ديما تنخرجوا مستافدين شي لعيبه. كيقولوا عليكم انكم واحد شي شويش كادي نشرحها لك هذه، انكم كتخليوا الاخر ياخذ لا ديسيزيون ولا ياخذ القرار اللي انت بغيتيه ياخذ، يعني فيها واحد شويه ديال المانيبيولاسيون، ما غاديش نقول احتيال، ولكن كتعرف تكيدي الاشخاص اللي قدامك.
هو في الحقيقة طبعك هذه ولا ما طبعكش؟ كاينه في طبعي، لان ملي كنبغي شي حاجه من وانا صغير انت في الدرب اللي كبرت فيه وداك الشيء، وكنت دائما كاين ديما كتلقى واحد شي واحد صحيح في الدرب، صحيح هو اللي تيخلي ضربوا الدراري كلهم هو اللي هذا، ولا كنتي بغيتي تزاد غادي كنخليه هذاك خينا اللي هو اللي كيديسيدي هو الشيف ديال الزنقه هذه من بكري من الصغر ديالي. فعندي واحد الطريقه ديالي خاصه اللي تنخليه هو يقول يقيدينا بالطريقه اللي بغيت انا، وهذه فعلا عندي انا، ودائما تلقى راسي انا ليدر فين ما كنت، واخا نكون غير مسافر مع ان جروب كنلقى راسي انا متزعمهم درس الحربه. انا ما عرفتش علاش، ولكن واخا تنحاول انني نمشي غير عادي بعد الناس، حتى كنلقى راسي انا دائما انا اللي كنبدا نعطي الاراء ديالي وما يمكنش ليا نسكت، يعني دائما تنعطي رايي وتنحاولها. كيقولوا كذلك على البالانس انه كان ما زاقيش في الاحاسيس ديالو، يقدر يبكي ويضحك في نفس الساعه. كتوقع لك هذه كنبكي اكثر ما كنضحك. اه وداك الشيء علاش كنضحك اكثر. راه كيقولوا هذا كيقول لك الكوميدي اللي كتلقى ايموريست وكوميدي وشاطر في الكوميديا وهذا سي دائما طايح الحال كياخذ من المآسي ديالو المآسي ديال الناس وهذا باش كيضحك، ولكن هو راه ملي كتجي كتقيسو يقدر يبدا يبكي. معقوله معقوله، لان هي النكته هي والده النكته في حد ذاتها هي والده المعاناه، لان ملي النكته ما كتجيش ود قال، والضحك ضحك يخاطب اكثر ماشي غير العاطفه، يخاطب حتى العقل. لان الا ما هضرتش معك الا ما فهمتيش هذاك الشيء اللي تنقول ما يمكنش لك تضحك، النكته الا ما فهمتهاش ما يمكنش تضحك. فالضحك يساب لهم غير ساهل، ولكن في نفس الوقت هو يخاطب العقل وفي نفس الوقت يخاطب حتى العاطفه. وكاين اللي في نفس الوقت كتضحكوا وكتبكي. مولياغ كان تيدير هذا، مولياغ غيغي بلوغي ديال مولياغ معروفه. كان واحد سكتش هو ديال المالح اللي مازال عاقل كيهضر فيه مع لي بتي فيز ديالو في التليفون ديال لا بوط فوكاي، ما عرفتش عقلتيني ولا لا، يقول لهم موا سوي توجور لا بور لو مومون. اي هادي سي فري كتضحك ضحك ضحك في السكتش كامل، وفي الاخر كتبدا كتبكي. كيقولوا عليكم دماره كذلك، كتطاوع على الخدمه. جادور الخدمه، انا نقدر نوصلتو في الميدان ديالي، نقدر نبقى حتى 24 ساعه خدام، وتنظن ان ليكيب تكنيك ديال شادا عارفيني في هذه المساله. ملي كنخدم كنخدموا اونسومبل، كنبقاو خدامين، نقدر نمشي بلا ما نشعر، كتلقاني كنقاد انا في الديكور وتيقول لي سير تجلس راك في الناس. ما كيخلعوكمش هذوك لي طاش اللي كان اللي وحدين اخرين ما كيبغيوش، كدير كل شيء والو. ما عندي بيان جيم توش مادام انك خدام راه حنا خدامين. كتحلم بزاف سعيد؟ بيان سور اوغوزمون، لحسن الحظ اننا كنحلموا بزاف، لان كل ما كناش كنحلموا كنت فرقعنا. عقلك كتقول غنحلم حتى شي حوايج حتى شي طبعا. شنو منفذ ديال الاغاثه منين كتهرب من الواقع؟ من الواقع طبعا، الانسان الا ما كانش كيحلم راه ماشي غير وانت ناعس ولا ممكن لان بعض الاحلام لا كتحلم عينك محلولين، كتحلم وانت فايق تحقق، لان كاين بعض الاحلام اللي الحمد لله حلمت فيها وحققتها. انا باقي تنعقل على اول انشاء كتبته، باقي كندور في المتوسط الاول او لا في هذا، كنتكلموا على النجوميه. وانا باقي ما هذيك الساعه ما كندير لا مسرح لا والو، باقي ما عارفش كاع شنو ولا لتيني، باقي صغير. وكنت كتبت في سميتو على انني نجم كبير وكيفاش غنكون، وكنت جو مسوي انسبيري من محمد علي كلاي، كنت من لي فان ديال محمد علي كلاي، وكيفاش هو ناعس في واحد البلاصه وجرده وسميتو هذا، وانه الجمهور تيبغي والناس كيبغيو وهذا. وكان الحلم ديالي هو انني نكون في المكان ديال في الشهره ديال هذا الرجل هذا. هو كان مشهور عالميا وحنا بقينا على قد احد ولاد حد البلاد الحمد لله والحمد لله الحمد لله حب الناس جميل. انا كنامن بواحد الحاجه وهذه ماشي انا بوحدي اللي كنقولها، كيقول لك راه ما دام ربي كيحبب فيك خلقه الا وراه كيحبك. طبعا صافي دونك طبعا. العائله الصغيره ديال سعيد الناصري ملي كنقلبوا عليك قلت انا وقبيله سي جوجل كتلقى فيه كل شيء، لا ما كتلقاش كل شيء اخويا. لكن انا عندي بنيه، انا عندي زوجه طيبه رجاء الله يحفظها ويخليها ليا، وعندي بنتي سميتها ساره اللي الان غاسترو يعني غادي تخرج ان شاء الله هذه السنه، وزوجها فيسيراليست الله يكمل بخير، وعندي معها حفيده اللي هي ولدت لي حفيده اللي هي بحال بنتي دابا هي صوفيا. عندها دابا 15 شهر. شنو تبغي تقول لبنياتك اليوم؟ بغيتي الكاميرا بنياتي نقول لهم الله يحفظهم ليا والله يخليهم ليا، ونتمنى من الله ان ساره تزيدني بنيه اخرى هي والمهدي، يعطيوني عاوتاني بنيه اخرى ولا وليد اخر. كتكوموندي يا سعيد؟ احنا هادرين عليه، انا دوزو الميساج لباهم باش يكونوا يجدوا راسهم. انت من الفنانه كذلك اللي ما كتبينش، كاين فنانه اللي كيبينوا الحياه العائليه ديالهم ولادهم، انت لا ما فيكش هذه القاعده هذه؟
انا لا بالعكس انا مخلي لهم حر احرار يعني الحريه ديالهم غير حياتي الشخصيه حياتي الشخصيه مشهور ماشي انا تبني كنبغي نصور تكون معايا بنتي تقول لهم لا راه هو اللي ولكن كيف قلت لك كيف قلتي قبيله انا هذه المساله دخلتها لهم قبل في حياتهم خليتهم يعرفوا بان راه لان الانسان حياته الشخصيه هي مزيانه للفنان ان حياته الشخصيه تبقى منعزله على الحياه ديالو العامه والناس كيزيد كيكون فيها واحد النوع من التشويق الناس يجيو يعرفوا عليك بزاف ويعرفوا على ولادك ويعرفوا لكن كاين بعض الحوايج اللي كنشاركهم مع الناس نهار كنت مريض انا وياهم قلت للناس لان هذوك الوليدات تراهم بفضل الجمهور وفضل التشجيعات ديال الجمهور باش انا معيش وليداتي ومعيش انا واسميتو فما يمكنش يتخبي عليهم كل شيء غير ما كنحاولش نقحم الحياه ديالي الشخصيه وبيتي وداك الشيء انه يكون اداء بينه فهاد الشيء دابا وسيرتو دابا لي ريزو سوسيو كنشوف بعض الناس احنا في بيت النعاس احنا في الدروج احنا تكركبنا احنا طالعين هذاك الشيء بزاف ما تيبانش زوين هذا احنا تكركبنا نرجعوا لهذيك المساله ديال انكم كتحلموا وهذه كنعرفها فيك انت سعيد شنو هو الحلم الفني ديالك اللي مازال لحد الان كيراودك عرفت كانك تبارك الله عليك درتي كل شيء مازال غادي نهضروا عليها ستاند اب الوان مان شو السينما المسرح في الاول تلفزيون سيت كوم انا الان الحلم ديالي هو حلم ديال يعني كاين بعض الاماكن اللي انا بغيت نشتغل فيهم يعني كنت كنحلم بالاولمبيا درتها وحلمت الان عندي حلم هو الماديسون سكوير جاردن ولكن هذا حلم يحقق ان شاء الله لان خدام عليه لان اكبر قاعه في العالم وغادي نكون اول عربي او اول عربي أو افريقي اللي عايش يعني في بلاده اللي غادي يكون ان شاء الله في وهذا وهذه كانت موجهه الرساله للمغاربه المتواجدين في الولايات المتحده هما اللي غيتعاونوا معايا في هذه المساله لان في الاولمبيا المغاربه اللي تعاونوا معايا وشجعوني وجاو حضروا نهار 2 مع 7 تصور نهار 2 مع 7 جاو من المانيا من فرنسا من فكنطلب الان من خلال هذا المنبر ديالك وهذا سؤال زوين قلتيه لي عطيتيني هذه الفرصه باش نقول اليوم انني بغيت ندير الماديسون سكوير جاردن ونكون المغربي اللي غادي يكون فخور انه يدوز امام المغاربه في هذه القاعه هذه أسيدي الله يكمل بالخير وما علينا إلا أن نرافقك بطبيعة الحال ونشوفه فين توصل إن شاء الله إيه شوف سعيد من غير غادي ندخلوا شوية ديال القاسح وهذا مي ملي كتريح مع أي مغربي كيقول لك واخا هكاك ظريف هذاك السيد الله عمر له دار وضحكنا معاه ونشطنا معاه ودوزنا معاه أوقات ممتعة سي فغي دونك بوتيت كيكونوا شي حوايج اللي الله ما كيعجبوش مي نورمال فوالا سي والكمال لله كيف كنقولوا طبعا ندوزوا للفقره المواليه شوفوك انت والزمان وانت وزهرك بعضو شوفوا زهرك كي كان داير مزيان انا هاد القضيه ديال الزهر كنت دائما تنقول ما عندي زهر فادي احنا جينا غادي ندخلوا لها في الديتاي طب سمعنا السؤال ديالك جينجل دابا ورجع عندك انت وزهرك علاش هذا سي في يلا سي سعيد نمشيو للفقره المواليه دونك انت وزهرك كتامن بالزهر بعدا طبعا قلت لك قبيله انا كنامن بكلشي دونك هذا السؤال كتامن قول لي غير حيده في المعد كتامن غير حيده دخلني ديريكت الى غادي نديرو نسبه مئويه ديال زهرك شحال كتوصل واش انا غادي نعطيك الزهر 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 انا بالنسبه ليا في الميدان الفني في الميدان الفني دائما كنت كنقول لبعض الفنانين ولا اللي كيكونوا صاعدين ولا اللي كيكونوا تنقول لهم شوفوا في الفن باش توصل للنجوميه وباش توصل انك دير بلاستيك النجوميه تنهضر ماشي الابريسياسيون حيت كاين كيكون نجم ولكن الناس ما كيبغيوش ولكن كل ما هذا ولكن الناس كيحبوا النجم محبوب فكاين عندك 75% ديال الزهر و25 و20% ديال المعارف و5% هي ديال لو تالون باش توصل جوستومون هاد القضيه ديال المعارف حنا كلنا كنعرفوا في مجتمعاتنا شوف هي في حومه مثلا هي جيران ولد لك مر لك ولد بغيت شي طبيب مزيان دائما كنسولو كتسولو فوالا هما ماشي كتهز ولدك وكتمشي كطير لا بغيت شي طبيب مزيان بغيت شي دونتيست مزيان بغيت علاش ملي كندخلو بحال ما كتسول على راسك مثلا في الميدان الفني او هذا كنبداو كنسميوها باك صاحبي لا راه دخلوا هذاك وراه المعارف هما اللي كي لا ملي كاين واحد القضيه كاين المعارف من واحد الناحيه علاش قلت لك المعارف 20% وقلت لك راه مهمه داكشي اللي خديتها لانه مهمه مثلا واحد يكون مثلا فنان كبير ما كاينين فنانين كبار وفين بانوا حنا ولا في هذا ولكن للاسف الشديد ما تحت ليهمش ديك لو بون مومون في لا بون بلاص يعني ما طاحوش في ديك البلاصه يعني يقدر واحد انا مثلا كان عندي الزهر انني في القناه الثانيه كان بناني سميرس الله يذكره بخير طحت في يدو الكاسيت ديالي عطاها له ملوك شافها عيط لي هذيك الساعه في التليفون
ودار معايا باش نمشي عنده. لو كان ما طاحتش ديك الكاسيت عنده في ديك التيلي وشافها عمر ربما سعيد نصري ما غاديش يدوز ما يكونش عنده داك الحضور اللي عنده كان عنده في القناه الثانيه يعني. وكيبقى القضيه ديال المعارف ان نقدر مثلا انت كادريس كالادريسي مع الاسم ديالك وبهذا شتي سعيد في شي بلاصه وقلتي ولا هاد الموهبه مزيانه غادي ناخذها كتجي كتهضر مثلا مع الرئيس ديال الشهاده كتقول لي شوف راه واحد هذا راه مزيان خصنا ناخذو خصنا نديرو يعني هذه كتا هي كتدفع فيها الحظ 25% اللي ما كنهضرش على ديك اللي كيبقى فيا انا هو ديك الصحبه ديال واحد ما في الدوش ما عندوش وكيجيبو تيقول لي عرفتي غير كون هاني بحال دابا اللي واقف هاد دفتر التحملات اللي كنهضروا عليه وداك الشيء سير دير شركه كدير شركه تيقول لي واجي دابا هاك عطيه المشروع دير مشروع سير الزاده وتبدا وجمع في الفلوس. هنا المعرفه كتكون معرفه اللي هي ماشي كتقول هنا فين كيولي هذاك المصطلح ديال باك صاحبي فريمون كيولي مطاب 100% ما عطسينيش النسبه شحال 50 60 70 80% 75% اوكي. الشهره والنجوميه زهر زوين ولا خايب؟ هو سيتا كيف تيقولوا ادوبل ترونشو يعني عنده جوج ذو حدين ذو حدين ذو وجهين او ذو حدين بلوتو كوجهين لعلاش ذو حدين لان كيدبح من هنا وكيدبح من هنا يعني دائما الانسان ملي تيكون نجم او لا كيكون محبوب عند الناس وهذا تيكون واحد الجانب اخر اللي كيكون صعيب شويه لانه ما تيقدرش ما كيبقاش ديال راسو تيولي ديال الناس تيخصو يرد البال تيتعرض لبعض الخطرات للسب للشتم الاهانه كاع بعض الاحيان تيتعد مدى الانتقادات حنا قابلينهم ولكن بعض الاحيان تزيد لهم التنمر وتحسنوا العقد وهذا هادشي معروف اللي كانوا الانبياء بروسهم تسبوا وتعايروا فما بالك حنا اللي ما كنسبوا حتى حاجه كتبقى مساله عاديه جدا. دونك كتخاد بالحلو وبالمر ديالها يعني خصك تاخذها بالحلو والمر ديالها. زهرك اللي داك الفن ولا الفن اللي خارج في زهرك؟ والحقيقة الفن اللي خرجني في زهرك لان الموهبه هي اللي دفعتني باش نقلب على الزهر باش لان ملي كتزاد كتزاد طبعا. امتى بدات هذا امتى بدا هذا الشيء امتى تحس براسك انه فنيا راه كاين ما يدار وانا هذا هو التوجه ديالك سعيد؟ كان ما يدار ما عمرني فكرت في هذه المساله لان اللي كنت خدام ملي قريت برا دخلت خدمت في لو سي بي من بعد خدمت في البنكه ملي بديت خدام في البنكه لانه بزاف ديال المشاهدين كذلك بدات ما يكونوش عارفين هذه المعلومه قريتي في امريكان قريت في امريكان وفي بلجيكا بجوج فوالا يعني دخلتي ابخي المغرب دخلت المغرب خدمت في لو سي بي بوندون واحد تقريبا شي عام وشي حاجه ما عجبنيش الحال لان كان شويه داكشي مزير بزاف جات فرصه اخرى في لابونك مشيت لابونك المده ديال 7 سنين من بعد ديك المده ديال 7 سنين لان ما كانش ديك الساعه ستاند اب كوميدي ما كانش جبتها انايا فالناس بدات كتجيهم شي حاجه اللي غريبه وجديده وهذا ولقاو داكشي نوع جديد من الكوميديا وهذا من بعد درت المسرح كذلك. ولكن منين جاتك جوستومون هذه المساله هذيك شنو اللي جعل انه واحد مشى كمل قرايته خدا الدبلومات ديالو جا خدم في المغرب وهو يقلب ارتيست؟ لا مني واحد الوقيته ولات تقولي مني بديت كنبدا النجاح يعني بديت الحمد لله كندير بلاصتي وليت كناخذ مشاريع باش نخدم وهذا لقيت بانني يعني ما بقدرش نقارن ما بقيتش نقدر نجمع ما بين الخدمه ديالي وما بين وما بين الفن ولات صعيبه مني كما كنت بونكي كنخرج انا كيجيو كنت في لي غولاسيون انترناسيونال يعني في العلاقات الدوليه وكانوا كيجيو عندي دي بريزيدون من دي بنك اخرين كنخرجوا نتغداو مثلا في مطعم وكيجيو زوج سربع يا اصحابي كيعنقوك بوسعيد سير الكتاب عبد الزنقة أبو سعد هذاك السيد ما كيفهم والو ولا كيقول لي واحد قال لي واش هادو كاع كليان ديالكم يعني تيشوف لي كثرت مره جالس انا في المكتب ديالي وجالس وكاين البانو ديالي معلق كبير فيه انايا ومعايا السيد الضيف كنهضر انا وياه على ليكونومي ديال المغرب وداك الشيء ويقول لي هذا السيد تيشبه لك بزاف الى ما كونسيو ان واحد بونكي قدامه وكذا فولات ان بو جينونت ما بقيتش قادر نوفق بيناتهم وبيني وبينك وليت كنصور في الفن اكثر ما كنصور في البنكه يعني الصالير ديال الشهر وليت كنصوروا في ليله وحده الا مشيت للانسوار في الفلوس اكثر من البنكه في ما يدار هذاك هو الشيء اللي صيدنا قلت له لا تبقى غادي ولكن اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله فاضطريت انني ندير شركه ديالي ديال الانتاج ونخرج للميدان. فين كنتي فين كتحس براسك جوستومون كنتي مزهار في حياتك كامله ملي كتشوف حياتك كامله فين هي الفتره اللي كتقول هنا فين كنت فريمون مزهار في الحياه الزوجيه ديالي حياتي الزوجيه داكوغ لقيت المراه ديالي تزوجت اختيار صعيب من بعد دابا من بعد 30 سنه ديال الزواج اكتشفت ان فعلا ان الزهر الحقيقي اللي عندي هو ان جي تروفي لا بون فام ملي كتكون معك اون بيرسون اللي هي ولا ملي كتكون معك زوجة اللي هي طايت الحال كتسمعك بزاف الحمال وتتعاونك هذه هي من عند ربي هذيك وعطاتني اجمل بنت تبارك الله عليها الحمد لله طيبه الحمد لله امتى حسيتي براسك انك ما مزهرش والو ديما في الميدان العمل في العمل ديالي دائما كنحس براسي ما مزهرش لانني ما حتى حاجه ما عمرها جاتني سهله
ديما كانت حارب عليها باش نجيبها. يعني لدرجة أن مثلا حال دابا كنهضر لك مثلا على مدينة الإعلام، دابا صافي أكثر من 10 سنين وأنا باقي نبنيها في المغرب، أول مدينة إعلام في شمال إفريقيا. كل مرة تخرج لي شي حاجة من جديد من جهة، يعني يا إما الرخصة كتسالي، يا إما كينوض الوالي ديال الدار البيضاء تيقول لك لا ما خصكش تكمل، يا إما تيحيدوا يعني دائما لحد الآن أنا باقي في حرب فيها. يعني في أي عمل كنحاول نديرو، كنبغي ندير شي فيلم إلا وكنلقى مشاكل من هنا ومن هنا، التلفزيون ديما تيخرج لي فيه شي واحد اللي هو ما حاملنيش أو لا ضدي أو لا، يعني دائما عندي شي حاجة خصوصا في الأعمال، في العمل ديالي كنحس بأن الزهر ما معاونيش ما ولكن كنوصل، يعني كنبقى حتى كنت قاتلو حتى كن هنا كتولي كتأمن بدراعك وبخدمتك وهذا وماشي بالزهر طبيعة. لا ولكن كيجي واحد شوية ديال الزهر دي ولا بودة ولا بودة. واش عمر زهرك خدلك كنتي معول على شحال كتقول هادي جايه وتخدلتي في الاخر طول طون؟ كنشحال من حاجه تتكون انا لدرجه انني مابقيتش كنامن بهذه القضيه، ودائما كتقول مثلا كتحسب ليها وتقادها وتصوبها وتقول صافي. بحال كيف قلت لك انا دابا مدينه الاعلام جبنا لي زانفيستيسور لانه مشروع ديال 600 مليون ديال الدرهم، راه 60 مليار وجمعت الناس اللي غادي يدافعوا قادوا المسائل، وهذا خرجت لك كورونا من جناب، خرج لي كاريان من جناب، خصني نسكن مالي، خرجت لي الرخام، خرج لي من الارض، يعني كاين شي حسابات وهذه كتوقع للناس اغلبيه الاعمال اللي كتكون تتقاد، ولا مثلا كتصوب ان فيلم تتقول هذا غادي نقادو كنصوت يخرج لك. كتقولش مثلا في راسك بعض المرات هذه المساله هذه عكسات بلا ما نبقى لا ما كانت عاد انا دول المشكل اللي عندي شحال من واحد، لانه كاين الناس اللي كتخدم بهذه الطريقه تقول لي شوف درت فيها يديها قلت بسم الله عكسات ما بغاتش بلاش. لا انا وما كنصحش الناس يكونوا بحال هكا، لان الفو يتخ بيرسيستون، خص الواحد يكون زعما يكون دائما متابر ويكون يعتمد على، يعني يقول واخا ما عطاتنيش نبقى نضرب حتى والله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح، حتى في الدعاء ملي كتكون تدعي الله تقول ما عطانيش الا قلتي الله وانا غيت ما ندعي وانا غيت ما نطلب، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح، بقى دائما تطلب الله، ديما تصلي، ديما تعبد الله، ديما تقول يا ربي تعطيني يا ربي دي. حتى واحد النهاريات ربي سبحانه وتعالى ملي كتلقى الحاجه اللي مزال تيقول لك هاك. طيب فو انسيستي. زهرك جعل منك رجل سعيد، سعيد نصري، وهو السعادة المطلقة ما كيناش، حنا كاينه نسبيا انا سعيد الحمد لله، انا سعيد كيف قلتي قبيله واحد الكلمه جميله، لان الله سبحانه وتعالى حبك احب فيك خلقه، لان الله لم يحبك تامر احد الملائكه وتقول له امر الناس ان يحبوا فلان لان الله احبه، فهذه بوحده ونفس الشيء بالنسبه للكره. فانا اجمل حاجه عندي هو حب الناس. تصور انك ملي كتكون غادي والزنقه واحد يعنقك وخويا سعيد ولا واحد كيسلم عليك ونهار التمريض كل شيء معايا ولي كومونتير مزيان واخا تنقفرها تيسامحوا ليا، يعني غادي ندخل التقفار ديالك فين كتقفرها ومين كيسامحوا لك. ملي كتشوف هادشي كامل حياتك كامله فخور براسك؟ الحمد لله جي غيوسي، واحد ولد درب السلطان ودرب سبليون بدا من بيت مع الجيران من تحت الصفر، والحمد لله قرينا ودرنا والوالدين قراونا رغم امكانيات الضعيفه ديالهم، رغم انهم كانوا ناس ما قارين شيء. انا مؤخرا هذه شي 3 ايام 4 ايام وكنت كندعي مع الوالد وداك الشيء، وقلت لهم احسن حاجه اللي كان محترم فيها با انه رغم انه كان مسكين ما عنده شيء قراني، لان كان ممكن يخرجني نمشي ندير ميكانيسيان ولا نجار ولا باش نعاونو على الزمان، ولكن خلاك تخدم وتقرا ودير. فملي كتشوف راسك انت ناجح وجالس في بلاطو ديال التلفزيون امام جمهور مع الإدريسي ومع النجوم يا راح استقبال مني أنا، ولكن الحمد لله على سعيد ناصري. الحمد لله واحد 20 واحد اللي خدامين معاك علاش على سعيد ناصري، يعني هذا راه بوحدها فضل من الله عز وجل، إذا لا يمكن أن نكون إلا سعادة. الحمد لله. ندوز الموالي، دوز أخويا يلا الفقرة الموالية بلا ميكاب بعد الفاصل. ورجعنا معكم مشاهدينا دائما على قناتكم الفنيه والفضائيه الشاده تي في وبرنامجكم اخر كلام، ضيفنا وضيفكم سيدي سعيد ناصري، مرحبا بك معايا مره اخرى. دابا غادي ندخلوا لواحد الفقره سميتها بلا ميك اب، وانا نضرب شي شويش مع بعضياتنا. ها قبيلاش كنا كنقولوا ماشي اتهامات ولا شي بلا ميك اب اخر كلام وعلى الشاده تي في. سعيد ناصري بداوا الفقره هذه بالتصويره ديالك مع واحد السيد اللي هو سيناريست سي محمد نومك اللي وقع معاه بزاف ديال المشاكل وخرج في موقع يا بلادي قال لك اكزاكتومون اليوم طايح الحال كنقول لهم ذوي الاحتياجات الخاصة واللي اتهم سعيد النصيري كيقول لك انا كتبت لسعيد وسعيد ما عطانيش رزقي. شنو واقع مع هذا الوليد؟
اولا انا براسي ما فهمتش لانه هذا مازال عدد كبير ديال بحال هاد كيتصلوا بيا تيقول لك حنا راه بغينا نديروا التمثيل بغينا نديروا هذا وكيقول لك حنا كنكتبوا السيناريو انا من ضمن الحوايج اللي تنقول لهم تنقول لهم ما عرفتش اش غديروا كتب لي شي حاجه باش نشوف واش غادي فلا كتسول بعدا واش قاري السيناريو واش حتى عندي نوت كيقول لك انا غنكتب السيناريو هذا واحد منهم دابا انا عقلت عليه كاين في النواحي ديال شيشاوة اظن اولا في الجنوب كان دار واحد الخرجه اعلاميه في 2018 وكانوا ناس اخرين الله يهديهم يعني استغلوا الفرصه باش وكان صيفط ليا قال لي ودي انا كنكتب وصيفط ليا واحد السيناريو كاتبه لك شي ما انا صيفط لي السيناريو ديالي قلت له انت تقرا هذا السيناريو وسيرتو ملي عرفتو من الناس داوي الاحتياجات انا عندي واحد الفيبل لهاد الناس لان انا من الناس اللي ساهموا في البناء ديال السونتر ديال درت التليتون اللي كدرتو ديال النور فصيفط لي السيناريو قلت له انت شوف كيفاش انا كاتب السيناريو قرا على خاطرك هو ظريف زعما في الهضره ديالو داكشي قريت قلت لي قراه وحاول تكتب بهذه الطريقه اللي غادي انا كنكتب بالفرنسيه ما كنكتبش بالعربيه الا الحوار اللي كنكتبو بالعربيه لان انا مولف كنكتب بالفرنسيه وهادشي عارفينه الناس هو شد داك السيناريو ديالي انا وكتبه بالعربيه يعني عوض فاش يكتب السيناريو عاود كتب هذاك ديالي بالعربيه باش يدير وماشي ترجمه يكتبوا بالعربيه ما الترجمه ما داكو وصيفطوا ليا قلت له مزيان دابا انت غادي ولكن انت كتكتب غير بالعربيه مزيان مني فهمتي هذا راه مزيانه بالنسبه لينا سالينا هنا دازت واحد المده ويجي للدار البيضاء قال لي سي سعيد انا راه في الدار البيضاء الله يخليك واش بغيت نشوفك وداك الشيء وهذا قلت لي فين كنجي انا عندك قال لي انا في عين سبع مشيت لعندو العين سبع لقيتو مسكري ريسه ديالو وفسابين وطبع هذاك اللي جابوا بالعربي وجابوا ليا قلت له ودي انا راه هذا السيناريو ديالي هذا راه كاد هذا راه ديالي والدليل على ذلك انني راه حاطه في السي سي ام قبل باش نديروا فيلم قلت لي انا هذا راه ديالي ولكن دابا خصك تكتب شي حاجه ديالك يعني لان الاحداث وداك الشيء مختلفه ونصحته وقال لي ودي انا ما عنديش باش نركب ولا ما نعرف سميتو انا جبت في جيبي كانت في جيبي 600 درهم والله الا عطيتها له كلها قلت له هي اللي عندي انا نعطيه لك راه ما عنديش ما نعطيك ما عرفتوش واش داني درا وتصورنا درنا التصويره تصور معايا ونزلت من الطوموبيل وعنقته راه ستاسيون هذاك راه ستاسيون ديال عين السبع ديال بدون ديك الماركه ديال كاين في عين السبع فوالا هذا ونزلت عندو عنقته وتصور معايا ومشيت باسكو ملي كتقرا لاختيك ملي قريت لاختيك كتقول واحد شاب كيتهم سعيد نصيري انه سميتو قال لك حكاج سعيد بالكاتكات ديالو وقف حدايا وما عرفتش كاع من طوموبيلتو ولا عليا 600 درهم وزاد بحالات صورت معاه دابا باش تعرف لا تخيزو اول شيء هذيك دابا التصويره واش انا راك في الكاتكات وتصورت معاه كي درت ليها نزلت من عنده وتصورت عنقته كنضحك انا وياه وتصورت كنقول له ضحك باش تكون هذا وتصورت وما بغيتوش يصور الكروسه طبعا صور غير وجهه كي غندير انا تنبقى في الكات كات ونتصور مع هذيك التصويره واش كي غندير دابا انت حللها انا قلت لك غير واش شنو اللي هو كل واحد كيقول لي بغا راه دابا واحد راه وقعت حوايج كثار كتوقع بزاف مع الفنان هذا المساله هذه كيخرج لك شي واحد من الجرب كيتعبك شي تهم اللي انت مشى لا سميتو عيط انا ما في راسي والو انت لقيت واحد ناريات كنظن شي موقع من دوك المواقع ديال الفضايح واللي عز عليهم المشاكل دايرين مع استجواب وتيقول لهم ان سعيد الناصري كتبت ليه وما خلصنيش اولا ملي كتكتب مع شي واحد كيكتب لك كدير مع ان كونطرا ما يمكنش انا كاع واخا كاع ناخذ من عندك واحد العمل ونمشي حنا هو معنا دابا الان في استوديو سيناريست قداشنا هو اللي سي حسن عيل الحياه واللي كاتب وكل شيء راه يسول كان تقول لي اول حاجه خصنا نديرو تنديرو العقد كدير عقد على واحد العمل لان داك العمل ما يمكنلكش تحط ثانيا واحد مني كيبغي يعطيك سيناريو تيكون هو حاطه في سميتو في الاداء يعني تيكون مدعو اولا في الدروا دوتور اولا ما يمكنلكش تجي وتقول لي غناخذو ثالثا انا عندي خمسه السيناريوهات ولا سته واش فينا هو العرا نقدروا نصوروهم فينا الخدمه غادي تزيد واحد اخر تحطو يعني كاين بزاف د الحوايج ما بغيتش ندخل في هذاك النقاش وانت عارف ان كاين بعض المواقع اللي عزيز عليهم هاد تيبقاو لا راه قالوا نمشوا داك الشيء باه خليهم يقولوا اللي بغاو دابا خليني انا وياك دابا نسالنا السي محمد الملكيه الفكريه عن سعيد الناصري بلا هادي شرحها ليا بزاف ديال الناس كيقول لك سعيد الناصري كي ياخذ افكار كيف ما هي وكيعاودها كان عندي معك واحد النقاش شحال هذه مازال عقل قلت لي اختي انا كنتفرج في بزاف ديال الحوايج اعمال اخرى فوالا كنتفرج في بزاف ديال الحوايج وهاد الناس كتقول لك اودي اوكي تفرجتي في حاجه استلهمتي منها
سميتو ما فيها باس نديرو اقتباس او لا شي حاجه بحال ما هكا. لا سعيد نصير مثلا انت ما كانش وجه عندك اشرح لي. انا نشرح دابا كاين الاقتباس هو انك تاخذ واحد العمل بحال هذا اللي داروا بالعربيه وداروا بالفرنسيه وي. كتاخذ عمل بالفرنسيه بالانجليزيه وداك الشيء وكدير له كتقتبسه كامل بالاحداث ديالو بالمسائل ديالو ما سميتو. كاينه لانسبيراسيون انك تقرا واحد العمل تعجبك تعجبك الفكره وي. كتاخذ الفكره ولكن كتادابتيها على المغرب. انا مثلا شفت مثلا بحال انا درت شي ثلاثه الافلام عندي وباقي جوج باقي ساره ودرتها لواحد الفيلم اخر ديال لي ترونسبورتور. الفكره اشنا هي؟ الفكره هو ان بنت اللي كانت هذا مع واحد هوملس. احنا ما عندناش الهوملس هنا في المغرب ما عندناش ناس اللي ما اللي في الشارع فدرتها انه كان مع كاينين ولكن ماشي بشكل اللي في الولايات المتحده الامريكيه. قلت بان مثلا في القصه بان الاب ديالها كان كيعرف امها وكان ساكن معها في الدار امها كانت مدمنه والقصة بعيدة على الفكرة ولكن كاين التشابه في الفكرة كيفاش ديك البنية غادا تعيش مع داك الولد في ديك مع داك السيد في واحد المدة دياله وكتكون نهاية مختلفة وكتكون الأداء. هنا ما كاينش اقتباس هنا كتسمى اون انسبيراسيون انك تاخذ الفكرة ولا كتسمى اون ادابتاسيون. وهذه كاينة بزاف في السينما المصرية بزاف ديال الأفلام اللي في الأمريكانية براسها بحال دابا إلا خديتي عطيت المصرية غير كمثال كاين سينمات أخرى أمريكان أوشن 11 أوشن 11 اللي كان الفيلم اللي كان داروا هانفري بوغارت من بعد خدا كلوني عاود نفس القصة وعاودها بطريقة أخرى ومخرج آخر من بعد دار أوشن 12 هي نفس الفكرة ولكن دار الحدث طورها ودار أوشن 13 يعني 13 كانت 11 12 13 يعني هذا نوع من الانسبيراسيون. اشنا هو اللي خايب؟ صح المصريين داروا 14 اشنا هو اللي خايب؟ هو انك مثلا تاخذ مثلا بحال اللي وقع مثلا لقاد المالح جمال الدبوس الناس دي سميتو تتسمى دي سميتو دي بلاجيا دي بلاجيا. اشنا هو؟ خداو سكتش ديال واحد ولعبوا بالطريقه بلي جيست بكل شيء ديال هذاك هنا كتسمى فريمون سرقه. ولا كناخذ مثلا هذا السكتش ديالي مثلا ديال لو بلون لو برا اللي كان ديالي هو كريم ومنير خدا قاد الملح لعبوا بطريقه اخرى ما عرفتش نقول الملح لو بلا لو برا لو بلون راه هي كريم ومنير ديالي انا نفس لو جو غير هو خداه بطريقه اخرى دار لو برا لو بلون ولعبوا بطريقته والناس جاوا قالوا لي ولكن هذاك تتسمى اون انسبيراسيون وسي نورمال انا شي ماروكان قبل منه غادي ياخذ من عندي انا واحد الفكره ويخدمها مزيان سي اون بون شوز ما نجيش نقول لي راه سرق ليا ولا دار ليا. الو تكلمنا على طيح الحاله ساره تكلمنا على السيت كوم باسكو كانت نوض جا وسي على 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 بغيتين فين كاين فين كاين الفرق ما بيناتهم ما بين البلاجيا ديال انك تشد واحد الحاجه وكدير اختها نسخه طيبه الاصل ديال البلاجيا لا هنا لانه مثلا فيلم ساره عندك اون سين سي تقريبا نفس الشيء نفس لا فالور دو بلون نفس الشخصيات لا فالور دو بلون سي امبوسيبل. نقول لك اشنا هي بخديت انا ملي كناخذ مثلا واحد الفكره تنحتفظ بواحد الا كان فيلم الا كانت قصه ولا كان سميتو ما كنديرش لان كل واحد عنده التصور ديالو كنخلي واحد جوج ولا ثلاثه الحوايج وانا راه ماشي قلت راه ديالي راه قلت الا شتي مثلا فسميتو في المهرجان ديال مراكش راه كاينه كان طلعت وقدمنا الفيلم وقلت لهم بان جو مسوي انسبيري دو فيلم كذا كذا واللي كان فيه فلان وفلان وطوني تانزا قعطيت كاع السميات ديال كاستين كامل وقلت لهم بان هذه الفكره راه مخوضه انسبيري من هاد العمل الفني من هاد الفيلم هذا حيت كاينين افلام اللي كدوز ان ابيرسي ما كيشوفوهاش الناس وكتعجبك وكتقول لا هذه نبغي المغاربه يشوفوها بالطريقه المغربيه نبغي داك اللي في الجبل يشوفها داك اللي كيهضر الامازيغيه هو يشوفها داك يعني انا هو القصه ماشي هي سميتو ولكن قصص ممكن تكتب اي حاجه وتشدها كاع تغيرها هذيك اللي كنخليهم بالعاني علاش سي كوم ان اوماج لهذاك السيد اللي دار هذيك القصه او لهذاك هذاك سي ان اوماج ليه. واش ماشي هذه المساله هذه اللي بعدات واحد شويه على التلفزه العموميه سعيد؟ لا ما عندها حتى علاقه لا بالعكس التلفزه العموميه عندها ما عمرها جبدات ما عمرها هذيك قصه اخرى بتاعت الحال كنا كنعرفوا احنا التلفزه العموميه قصه اخرى. الوغ تبارك الله عليك ممثل كوميدي منتج مخرج شنو اخر؟ سيناريست هذه بزاف ديال الناس باغ كونت كياخذوا عليها سعيد ناصر كيقول لك كيبغي يدير كل شيء بوحدو يشهد الله انني
ماشي كنبغي ندير كل شيء بوحدي. انا ما كرهتش لو كان لان بزاف العروض تتعطاني تنشوف ان المستوى ديالها ضعيف فما تنقدرش نخدم فيها وكنحاول نخدم معايا ناس. انا مادام دائما في لي سيت كوم ديالي ودالي على ذلك دابا البوي 3 عندنا خليه ديال الكتابه ما تنقدرش كل شيء بوحدي. كذلك في الاخراج ملي تلقى مخرج بحال دابا مثلا نعطيك دائما البوي لانه كنهضروا على شهاده فمثلا معايا مخرج اللي هو اللي مصطفى حياك الو عطينا سكوب البوي 3 ان شاء الله على شهادتي في رمضان. احنا كنصاوبوا دابا في الديكور ديالو غيكون في رمضان ان شاء الله. فمثلا معايا مصطفى حياك فما يمكنش ان ندير كل شيء بوحدي ومصطفى حياك مقابل واحد الجهه وانا مقابل واحد الجهه وخدامين اونصومبل. انا لو كان غدا يجي عندي مثلا عمل ويقول لي غادي تكون فيه انت المخرج وانا نجي غير نمثل فيه ولا ندير مثلا ولا نكتب غير السيناريوهات. انا اول عمل بديت به اللي هو ولد الدرب كتبت السيناريو واعطيته لمن اعطيته لحسن بن جلون كمخرج ولعبنا ولعب هو مخرج وانا ممثل واعطيته السيناريو. انت اللي قمت بالانتاج ديال الانتاج ديال الفيلم؟ انا اللي قمت بالانتاج لاول مره في كوميدي كينتج الفيلم ديالو وتخدم ان رياليزاتور. وكان هذا اول فيلم ديال سعيد الناصري اول فيلم ديالي واش ماشي طريقه باش انا ديالو هو لا وحتى ديالك انت ماشي هو هذاك الفيلم الاول ديالك كيولي الفيلم ديال المخرج من الفيلم مني كيصوبوا لا ولكن اول ظهور في فيلم بطوله لا ماشي هو اول ظهور كان ظهور مع سعيد سوده الله يرحمه اللي هو بين كان معايا في قيسي عبد الكريم الله يرحمه كان لا ولكن كملنا كنهضروا على ولد الدرب كنهضروا على البطوله بطوله ديالي مطلقه ديال سعيد ديال سعيد وما كنت ساتيسفي ما عجبنيش الحال ما عجبنيش العمل ما حسيتش بان لا 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 الاخراج اللي بغيت ماشي هو هذاك يعني لانك الممثل بلتي يحس بالمخرج كيحس به داك الفيلين كيدوز بحال قبيله قلت لك الهضره انا وياك قلتي لي انا في انا شو نوم دو تولك شو قلتي لي انا الى بقيت الضيف ديالي هذا قلت لي كنبدع وكنمشي بعدا اذا نفس الشيء بالنسبه للممثل مع المخرج الى الممثل لقى المخرج اللي قدامه ضعيف فالممثل كيبدا يعتمد على الامكانيات ديالو الخاصه داكشي علاش كتلقى بعض الممثلين كتلقى عندهم غاديين في نمط واحد ما تيلعبوش ما تيحاولوش يطوروا نفسهم علاش؟ لان تلقى راسو مع مخرجين اللي هما ضعاف وتيقول خليه في ذاك الشخصيات. اما ملي كتلقى مخرج مزيان اللي تيشدك وتيخرج منك العجب تيبدلك ملامحك تيحاول يخليك تحس بالشخصيه اكثر ويقول لك لا انا بغيتها هكا تكون الشخصيه لا سيدي ما ديرش لي انا الكوميديا اعطيني الدراما هنا اعطيني هنا التراجيديا اعطيني هنا. فهنا الممثل تيبرع تيحاول يعطي جهده وتيبقى دائما تيقول واش وصلت القمه ديال اللي بغاها او المستوى اللي بغاه المخرج. الا ما كانش امبوسيبل ما يمكنش الممتع فمن هذا الاقتناع ما كاينش. فمني ما كاينش قلت اللهم نعجن عجينتي بيدي هذا هو ونكتب لا مني كيجيب لك واحد سيناريو وكتشدو كتعاود تكتبو انت ولا كتعاود تقادو انت. اغلبيه الكوميديين الان سول كاع اللي كوميديان اللي كاينين مني كيكونوا تيجيبوا لهم النصوص تيعاودوهم. ما كاينش في هذوك لي سيت كوم اللي كدوز مثلا في التلفزيون كنتحدى اي واحد يقول العكس ان هذاك الحوار اللي مكتوب هو اللي كيتقال. الممثلين كيجيو تيغيروا داك الشيء كله تيقولوا حوارهم تيقولوا طريقتهم وتلقاو لي كاك بعض الخطات راه ما كتلقى والو مكتوب علاش؟ حيت الكتابه ضعيفه وحنا عندنا مشكل كبير في الكتابه في المغرب. مزيان سيني ترانزيسيون زوينه هذه المساله ديال 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 السيناريو. علاش هذه الرتابه في السيناريو عندنا في المجال الفني ديالنا؟ يا اما كتلقى نمشيو مثلا هي لي سيت كوم تقريبا نفس القصص ولا علاقه الحكايات مع مولا انت مثلا سيتي طول طون هذاك الربيب يعني من البدايات دايوغ من انا وخويا ومراته سي علاش هذه المساله هذه ديال دائما كنعاودوا نفس الحوايج شنو ما عندناش الكتاب شوف الناس اللي هما يريحوا ما تقولش ما عندناش عقول لا الحمد لله سعيد الناصري كيما ما عندناش الناس اللي باغيين يخلصوا المعقول. دابا كاين عندنا كتاب نقولها لك لان ملي غادي تجيب مثلا انا عطيتك مثال بواحد هو جالس معنا عطيتك مثال دابا بحسن حسن مثلا هو خديناه ولكن حسن ديالو راه ما نقدرش انا نخدمه ديما لان الاجر ديالو غالي هو دار الجست مثلا حيت انا صاحبه صديق ديالو وقلنا له ودي بغينا نخرجوا بشي حاجه جديده بشي مواضيع جداد وداك الشيء وهذا. فحسن عيل الحياة قال لي غاست نشوفوا واحد الأستاذ آخر اللي هو قاسم هذا من هو رئيس الفيدرالية ديال المسرحيين في المغاربة. هاد الناس بجوج ما يمكنش إلا 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 بغاو ياخذوا ثمنهم ثمنهم غالي باش تخدمهم معاك ديما يكتبوا داك الشيء لأن ما يمكنش يدير لك. فتي بعض الأحيان تقول غادي ما كاين مشكل غادي يخدموا في هاد دابا اللي عندهم الانتاج صحيح وعندهم فلوس ما تيبغوش يخدموا الكتاب الكبار. عندنا كتاب طرحت على محمد اشاور جوستومون سي سيناريست سبحان الله العظيم انا هذا هو الانطباع اللي السيناريو دائما هو الحلقه الاخرانيه
ولي واحد قل من كلشي ورغم انه هو المهم ان ملي كيكون راه السيناريو هو هو كلشي لما عندك السيناريو باش دابا في الانتاج دابا ملي كتشوف الفيلم كذا مثلا في البيدجي كتلقى في البيدجي 300,000 درهم هذه لا ولا مثلا التلفزيون 350,000 درهم هذه لا بغاو يتهلاو فيه و350 الف درهم راه ماشي ثمن وكتلقى ممثل كياخذ ثلاثه المرات ولا اربعه اكثر منه هويا هو السيناريو كله هو اللي كاتبو مبني عليه وما سميه حنا كاينين الكتاب عندنا واعرين ولكن دوك الكتاب تيقول لك واش انا مسطي غادي نبدا نخدم مع هذاك ب 10000 درهم 15000 درهم تيجي يعطي 20000 درهم 30000 درهم وهو راه داير في البيدجي 300000 درهم وكيجي حتى عند السيناريست وكيدوي السيناريست هو كاين هذا الجانب هذا هذا هو المشكل الاساسي اما الكتاب كاينين اما الكتابه ديال شوف غير الكتابه شي ناخذوا غير الكتابه اللي كيخرجوا حنا ما تنعرفوهمش تصور انا مشيت لمعرض الكتاب كان في فرنسا لقيت معرض كتاب عالمي لقيت مغربي بوحدو بالستاند ديالو ما عقلتش على السميه ديالو بالكتاب ديالنا الشباب وعندو تقريبا واحد 30 ولا 40 كتاب كاتبهم وشكون اللي عرفو ما كاينش برامج ثقافيه اللي كتعرفنا بهاد الكتاب اللي كتخلي الاعلام تو كيلعب دور مهم ولكن الكتاب الحمد لله كاينين المغرب كاين كتاب كاين نقاد كاين ناس ولكن هاد الناس راه بغينا نخدمهم خصنا نعطيهم اشي يديروا تلقى ازمه السيناريو ازمه ديال الخلاص ديال السيناريو ديال السيناريو هاد الناس خصنا نعيطوا لهم كان تبارك الله فاضل كان كيكتب مزيان كانوا عدد كبير ديال الكتاب اللي كانوا كيكتبوا مزيان والا ما المشكل الاساسي هو ان الله من هاد القضيه ديال التعاون معنا في هاد الميدان الفني خويا غير من تحيدو الشركات عليكم انا راه انا اعلامي معكم في الميدان الفني انت غادي يحن على الله على الميدان الفني على هذه المساله هذه ديال راه الاعلامي تعاون معنا راه كاين لي بيدجي كتحطوا لي دابا الاعلامي انا قلت لك دابا راه لا موفيز ريبارتيسيون دابا ملي كتشوف ان السيت كوم الان انا نعطيك عمليه حسابيه انا اول سيت كوم ديالو ديال انا وخويا ومراته درتو ب 1 مليون درهم ما كامله 750 الف درهم باش درتو والامكانيات ديال التلفزيون باش صورنا في ان بوتي ستوديو هذا الربيب درتو ب 1 مليون و 500 العوني درتو بشي 3 مليون درهم اي كومبري لا تي في ا هذا كلهم دابا ولاو كيعطيو مليار في السيت كوم ولكن هذاك المليار واش كتاخذو واش كيستافد منه كتقسم مقاد واش كيشد الفنان فيه الثمن اللي خصو واش كيشد واش كنجيبو ممثلين اللي يستاهلوا واش كنمول السيناريو كياخذ الفلوس اللي خصو ياخذ الكتابه ديال السيناريو خصوصا بالنسبه للسيت كوم لان هي كتابه خاصه شويه كتعتمد على الموقف الكوميدي اللي كيكتبوه كتكتبوا واحد الخليه ديال الكتابه تيكونوا فيها 6-7 ديال الناس هذوك السبعه تيكونوا كل واحد كيشدوا الحلقه وتيكتبوها مزيان بالمواقف ديالها بكل شيء ملي كيجي المخرج كيجلس معاهم تيشرحوا له داكشي تيتصوره هو بطريقته داكشي وتيقدا وتيخص المخرج يكون عنده نفس لا فيزيون نفس الطريقه ديال نفس النظره فهمتك. اللي عند داك السيناريست فهاد الناس هادو اللي كانوا كياخذوا حقهم وتيجي تيعطوا بعض الخطرات تيعطيو السيناريو تيحطوا لهم سيناريو قسما بالله اما مكتوب مزيان وتيعطيو وتنتحدى انهم يجيبوا السيناريوهات اللي مكتوبه وداك الشيء اللي تيتقال في الحلقات ما عنده علاقه وسول الممثل غيقول لك نفس الهضره كيعطيو عاد كيبدا يقاد هو تيقول لا نقولوا هذه باش لا نحيدوا هذه نديروا هذه باش وتيبداو الممثلين هم اللي كيصوبوا الحوار شنو اللي خاص باش تقاد الحريره هذه خاص مسؤولين خاص مسؤولين اونيت خاص مسؤولين معقولين مسؤولين اللي باغيين الخدمه والخير لهاد البلاد والخير لهاد الميدان دابا حنا ما عندناش مسؤولين الناس اللي مسيرين هاد الميدان الفني ميدان خصوصا الميدان الفني بصفه عامه من عند الوزير حتى لتحت ناس ماشي في المستوى وناس بعاد على هاد الميدان بينما الناس اللي ولاد هاد الميدان واللي خصهم يسيروه كتلقاهم بانهم لا لا كان الوزير ديال الثقافه خصو يكون انسان مثقف اولا انا ملي كان بن عيسى عمرنا ما هضرنا على هذا انا واخا ما عنديش مع بن عيسى ما عمرني عرفته ولكن انسان مثقف عنده مع الثقافه عنده ملي كان وزير راك شتي الاثر اللي كان التاثير اللي كان عنده والمهرجانات كيفاش كانوا الان كيجي وزير دار السياسه جاء برلماني ولا وزير كتلقى المستوى ديالو هذا ولا كتلقى منتج ولا تلقى شي حاجه وتيولي وزير حيت متعاطف مع الحزب ديالو وتيغيسير لك الثقافه سي امبوسيبل وتياخذ مستشارين على قد الحال وتيسير كاين واحد العقده اخرى عاوتاني اسدي العقده الكبيره اللي كتكون عند المسؤولين ديالنا هما انه يقدر يكون مثلا هو ما فيدوش ولكن ناخذ مستشارين في يديهم انا نقدر يكون دابا ما فيديش ولكن غادي نجيب ناس اللي عرفوا يسيروا غادي ندير مدير عام غندير هذا غندير سميتو ونكون انا مول شكر الله ولكن كنسير معايا ناس اللي كيسيروا مستشارين كيسيروا يعني ما يمكنش يفهم في كل شيء يفهم في القانون يفهم في هذا يفهم هذه هي الطريقه اللي غنمشيو بها مي طون كو المسؤول اللي كيجيش كيدير كياخذ ناس اقل منه علاش باش يقول لك ما يفهموش عليا ملي كيشوف واحد المسؤول اخر اللي تابع عليه ذكي واعر تيسوسو
هذا من واحد يفهم عليا نحيدو، ارا جيب واحد اخر اللي قال لي يقولوا نعم سيدي اياه واخا نعم سيدي اياه معاك الحق كل شيء زوين. وهذا هو اللي خارج علينا احنا في المغرب. نقلت يا سعيد. ايوا جبتيني جبتيني يا صاحبي. انا جيت ونعم تاني هتسيب ترانزيسيون. واش عطاوك الاسئله قبل ما تجي ولا شنو؟ لا كنحكي معاك. كيقولوا على سعيد النصيري، سعيد النصيري باردون، فيه نقير بزاف. وهذا الشيء علاش بوتيت الله علم واش صافي ما باقيش بغا يتعاملوا مع سعيد على باسكو نقير. لا ماشي نقير، شوف واحد القضيه سعيد النصيري ما تيقولش كل شيء زوين. وي كيقولش العام. ما قال ما نقدر ما نقدرش نكذب. سعيد النصيري ما تيعطيش رشوه. سعيد النصيري ما فيش، انا تنبغي اللي خدام معايا ياكل معايا طريف الخبز بحال كما كناكلو جماعه. انا تجيب ناس يخدموا معايا تنحاولوا يكون داك الشيء قادنا كاملين، ماشي نجيب واحد باش ندوزو ونجيب واحد قل مني. انا كنجيب فنانه كبار اللي فاتوني الاعمال ديالي كل اللي دازت قلب، غادي تلقى بانني خدموا معايا كاع الرواد ديال المسرح وديال السينما والتلفزيون في المغرب. مني صريح انا كتعرفني ما فيهش كذوب. راه ملي كنجبدوا سميت سعيد النصيري يمكن لك تقول عليه نقار وتقول عليه كلشي، ولكن راه خصنا وحده كاملين ما نساوهاش، هو انه هذا السيد كيتقن شي حاجه سميتها سيتكوم. الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. والحمد لله في السينما الحرفه عرف الحرفه. السينما كذلك افلام تمشاو في ستاند اب ديالو تبارك الله عليه كيدير فوالا فنان. شكرا شكرا. كاين نقير ولكن كاين لا ولكن كان نقار كان نقار. انا ماشي خاوي وكان نقار. شنو نعطيك انا مثال بسيط وهذه ممكن يشهد فيها الان الوزير ديال مصلحه معينه، مشيت لعندو على اساس باش نديرو واحد العمل المواطنه ديال المواطنين وداك الشيء وطلب ما نقولش ديالاش باش ما نتسماش كنا، وقال لي شنو هو الثمن ديال كاسي سعيد؟ قسما بالله قلت له انا ما عنديش، انا هذا عمل وطني انا اخدم فيه فابور، انا ما بغيتش الفلوس، ولكن عندي واحد طلب واحد هو ان في بعض الاحيان كنحتاجوا الوزاره ديالكم للفنانه مساكن تكون عندهم واحد المشكل ولا لا، واش يمكن لكم توقفوا معنا فيه؟ والله العظيم بقى كيشوف فيا. قلت لي علاش؟ لان ملي كنبغينا ندخلوا لهذاك ما بغيتش نقول اش من وزاره واش من هذا، هو براسه قال لي السي سعيد هذا شي حاجه عندكم كنوحلوا بغينا هذا القادم ما تبقاش بغينا الفنانه مساكن يجي ولا، وانا ما محتاجش لها هذيك هذيك المصلحه ما محتاجش لها انا. فبغيت نقول لك يعني هذا هو سعيد ناصري، هذا هو السبب اللي مخليني انايا كنقر. انا كنقول لانني كيضرني خاطري نشوف فنان كيطلب باش يسكن كيحاسبوا عليها سعيد. كنقول حرام ان علاش كنقول كنقول كيبقى في الحال ان فنان عطى حياته كلها بحال محمد الخلفي هو مليح حتى واحد ما كيمشي يسول فيه. نعطيك سميتو عبد القادر المطاعيط لي هذه شي اسبوع قال لي حتى واحد ما كيجي يزور الناس سعيد وما كنقدر نخرج ما كنلقاش اللي يخرجني لانه ما بقاش كيشوف. واش هاد الناس هادو راه لي تينور صاحبي؟ راه كنقتلوا التاريخ ديالنا، راه بحال الا سيك الطوموبيل والريتروفيزور ديالك فيها الضباب، راك كيبقى فيك الحال تقول هادشي اللي كيخليني كنقر. انا الحمد لله خدام، جرى شحال من واحد يقول لي هاك وسكت اصاحبي، شحال من يقول لك تخدم خدام وسكت، ولكن ما تعطينيش خاطري. ما يعطيكش خاطرك. نمشيو للصوره الثانيه في غادي نعطيك الصوره ديال السيد رئيس الحكومه سابقا سي عبد الله بن كيران بارك الله عليه. انا ما تتعجبش من هذا السيد، بالعكس انا عزيز عليا هذا السيد، وكا سي ان تري بون اوراتور هذا اولا، ورجل محنك من الناحيه السياسيه، رجل محنك. وانا واحد القضيه راه الناس اللي كنشد فيهم راه هما الناس اللي كنحترم، راه ما يمكنش نهضر على شي حد اللي ما كنحترموش. انا خص تعرف هذه القضيه. كنت درتي واحد الخرجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاش كان تكلم بطبيعه الحال وكان كيهاجم ديك الساعه رئيس الحكومه الحالي قال لي واه دوك الفنانين اللي شفتي راه هذوك كلهم كيتشراو وكيتباعوا. انا جاوبت لا بقى فيا الحال لان ماشي حيت بقى حيت جاوبته انني ما كنحترموش، بالعكس انا سي عبد الاله بن كيران سي كيلكان. لا كنقولوا احترامنا للشخص كنهضروا معاه لانه عنده منصب ديال رئيس الحكومه بلا ما يكون عنده كسياسي كسياسي تبارك الله عليه محنك عنده ما يقول وبين الجداره ديالو بين الاعمال ديالو بين سميتو. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه غلط فينا احنا الفنانه، كاين فنانه اللي مساكن ما كيقدوش يدوي ما كيقدروش يهضروا فنان باش تقول لي بحال ولا النقافه ولا هذوك كلها مهن محترمه. شحال من رئيس حكومه رباته نقافه، شحال من واحد طبيب رباته نقافه او لا شيخه او لا. احنا رغم ان كل وحده عندها الخدمه ديالها مادام هذيك الخدمه قانونيه في المغرب وتحترم وكنجيب هذا، فهذيك الشخص اللي كيأدي ديك المهنه يجب ان نحترمه وان نحترم العمل اللي تيقوم به. يكون تيشطح بالكارو داك اللي كيدير المقص وكيشطح في الكارو وسميتو، مادام ان المجتمع ديالنا قابله وباغيه والناس كتجيبو باش في الافراح ديالهم هذا خصو يحترم وولادو يحترم. ما ندوش نقولوا اجتي هذاك بالمقص كيدير لا عيب. هذه المساله اللي ضرتني انا
فنط جاوبته جاوبته بطريقه ديالو يعني اللي كيعزز عليه هو طريقه كوميديه فكاهيه وبحال عاوتاني نهار قال لينا زاد علينا جوج دراهم ما يمكنش تبقى ثاني ساكت. دابا راه بدينا بديت مع السي اخنوش لان من نهار جا وحنا كنتسناو زعما ليسانس ينزل الساعه ليسانس طلع فهمتي ما يمكنش تبقى ساكت رغم ان اخنوش صديق ديالي وتنعرفو قبل ما يكون لا وزير لا والو باقي يلاه قرا ودخل دخل المغرب وكنعرف با وكنعرف عائلته كلها وجاري اون بلوس يعني باش نقول لك ان هذا انتقاد الشخص ما كيمنعش البرنامج ديالو ما عندوش علاقه ما كيمنعش ماشي الشخص حنا كاين احترام كاين خطوط حمراء واحد يحترمها وتقدرها. اخر تصويره في الفقره هذه جبل دبوس هذا قليل الخير قليل الخير لان انا في 1994 كان جابتو لي نعيمان مشرقي كانت تعاونوا بزاف نعيمان مشرقي واللي هي ام ديالنا كاملين وكان احبها واقدرها واعزها اول سلسله الله اللي كان داز فيها سيتي ريدان داما ولا شي حاجه لا 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 ما كانش لا 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 هي اللي كانت في سميتو لا فامي رمضان exactly. هي كانت في فرنسا وتماك جابته وكانت تعاونوا وكانت تقدموا هنايا وقدماتو سميتو دوزونا بالعيوش كنظن في بعد شي فيلم وهذا بداك البارابول. من بعد ملي جابته لي انا درت واحد لا تورني انايا كدرتها اون فرانس سميتها لو بريدج سميتها لو بون لو بون اونتر لي ماروكان كي فيف القنطره ما بين الشباب اللي تعيش في المغرب وخارج المغرب وكان سيدنا ملي كان امير كان كيهتم بهذا الجانب هذا ديال العمال ديالنا في الخارج ملي كان هو امير وكان ملي كان ولي العهد كان دائما عينه على هذا الشباب وعلى هذا لان احنا كبرنا معاه وحنا اون ميم طون ولادو وصحابو وخوته يعني كان هذا السبب دفعني انني ندير اول رحله كانت معايا نجاة عتابو كان مع عبد الرؤوف ديت لانسيان جينيراسيون ولا نوفيل جينيراسيون وديته معايا هو ولعبته معايا وعطيته سكتش بالعربية كان تقلد عبد الرؤوف وعاونته كنت نقدمه للناس وتيبغوا يهبطوا من الخشبة وكان ومن بعد ربي سهل عليك درتي بلاستك في فرنسا درتي اسميته مزيان بفضل المغاربة اللي تعاونوك واسميته. من بعد واحد ناريات أنا عيط لقينا وسيدنا عرض علينا كاملين وعرض على الفنانة الكويرية تادوك اللي في الخارج وجاء هو تلقى معه سيدي سعيد وداك يعنا قونامي بون بخوة تشم تليفون كتلي بون هذا كتكسع خرجت للباندية أنا كتلي كوت جمال دي مومون كنتي كوني او فرانس اسكو تي بو نوز ايدي ا ديستريبيو لو فيلم لابا بيان سور وخيرك سابق قلت جو في مون اوكيبي كان هو عنده صحابو تماك دار بلاصتو فوالا. من بعد سد عليا التليفون تيجاوبنيش ما بقاش كيجاوب دازت المده ما سي با غاف ما بغيتيش تعاون تي ان غرام ماشي دازت المده جا خدا ليا الفيستيفال دو مراكش انا كدير مراكش دو ريغ انا درت لا بروميير الاولى درت الدوره الاولى والدوره الثانيه جا الثالثه جا سبقنا وعرضت لي على خوه كانت جبتو من ضمن المعروضين كان معنا سماين جبت الناس ديال فرنسا حتى هما دازوا معايا ودرنا لو سبيكتاك حيت هو عطاتو فران داك ام 6 عطاتو واحد 600 مليون جاي واخدها وجا لمراكش تعاون مع السلطات ديال مراكش راك عرفتيهم تاهما مع اللي عطاهم لو بلوز اوفران ودا ليا الفيستيفال. رفعنا دعوه ولكن ما صورنا والو لان كل شيء كان معاه وكل شيء كان واخد عليه فكره انه راه مدفوع من الفوق ما عرفناش هذا الفوق شكون هو وانه راه يدير اللي بغا وداكشي بقى فيا الحال وما اعترفش بهذه المساله حنا ضربنا تما راه وجدنا الفيستيفال ودرت الدوره الاولى والدوره الثانيه وفي الاخر تجي نتايا وتاخذ ليا لو فيستيفال حرام ما عمر ما كانت شي محاوله ديال الصلح ما اتصلش بيا ما اتصلش بيا حتى في التليفون لدرجه انه في الفيستيفال كنا في الفيستيفال دو مراكش وهو جاي وشافني انا هو يقلب وجهه بحال راه واش خاف واش خافني عارف انا ما تنحشمش يعني الانسان اولا اي واحد كينجح في شي بلاد اخرى وكيدير بلاصتو علاش انا دابا تيعجبني قاد الملح مثلا قاد الملح سي كلكان كي نا با اوبلي ومن لي زوريجين ديالو كمغربي يهودي لا ما تنضرش لك ولكن كيعاون تلقاه لا التاد الاد اللي سميتهم تيحاول يكون هنا
بحال مثلا تاخذ سميتو سميره سعيد مثلا مشات لمصر ودارت سميتها، ولكن راه لمشاو الفنانات تما كتستقبلهم، حنا مشينا جات لعندنا وتعشات معنا وتحاول تعاون شنو بغيتو يعني الي لا طول الطون. مثلا المجرد تبارك الله وصل الاغنيه ما معرفين، ولكن بقى دائما مع المغاربه وتحاول يعاون خوتو. يعني الواحد الى نجحتي ما تنساش بانك راك نجحتي من هذه البلاد. هو واخا كان في فرنسا راه بدا في المغرب راه غاس، ودوك الوصلات الاشهاريه اللي كان كيدير مع هذه الشركه ديال التواصل هي باش عرفوا الناس، وما كان حتى واحد كيعرفوا. فهاد الشيء اللي انا كيبقى فيا ان الانسان تتنكر لبلادو وتيدير ديك السينما ديال انا راه حقا مع المغرب وداك الشيء، راه شي في با تدور الرايه بوجهك وتقول لهم انا راه هذا، لا راه خص تبين الخدمه ديالك اللي نحتاجوك مثلا في عمل انساني ولا عمل خيري، واخا تكون كما كنت تجي تساهم في ذاك العمل الخيري. مثلا محتاجين المغاربه نجي نتعاون معاهم، ماشي تجي تسرق لي افكاري وتمشي وتاخذ لي مثلا انا، وحيت انت عندك الفلوس قدرتي تاخذ مراكش ويعطوك البديع ويعطوك اسميتو وتجيب فنان وتنسى. على الاقل لا كان يعيط لي يقول لي سي سعيد حنا راه بغينا نديروا هذا المهرجان واش يمكن نديروه معاكم، وحنا عندنا مسجل ومحفظ وكل شيء وداه لينا، حيت ما كايناش قانون اللي تيحمينا. هذا هو المشكل. الله يهدي ما خلط. امين. باش تعرف علاش سعيد الناصري تكلم على جمال دبوز بهالطريقه هذه، ولكن انا هو كشخص ما اوكي داكور. الله يجعلنا بحار ويجي. شوف المغرب دائما هكا بلاد ديال الكرم اللي كياخذ وكيمشي، ولكن ما عمر داك الكرم ما تيحيد، دائما كاين ولينا ناقصه واحد شويه ثقافه الاعتراف. دائما للاسف ما كايناش ثقافه الاعتراف. الفقره المواليه دائما في برنامجكم اخر كلام وعلى قناتكم الفنيه والفضائيه شادة تي في، من بعد الفاصل. ودائما طايت على قناتكم الفنيه والفضائيه شادة تي في، ضيفنا سيدي سعيد الناصري. الصراحه كدوز معك وقت ممتع كيف ما ديما دايو تفقاتنا تما شي في لقاءات دابا مورا ليميسيون ملي كنتلاقاو ديما انت رائع، والسيرتو اللي بغيت يتفرج معك في شي ماتش اللي بغيت يتبع بك هو يتفرج معك في شي ماتش ويشوف كتوقف وكتغوت الماتش ديال المنتخب مازال عاقل. يلا نمشيو معكم الفقره المواليه مشاهدينا من خلال برنامجكم اخر كلام. لو زوينه هاد لو ياك كل العناوين زوينين. اول سؤال، لو كنتي مسؤول كبير في الدوله مثلا وزير اللي هو كيهتم مثلا ميدان ديال الاتصال او الفني او هاد، واش تخلي فنان بحال سعيد الناصري يبدا يتقاتل بحال ما هكا معايا عباد الله وانا مضرب التلفزيون وما لهم واشيط؟ علاش ما كيكونوش تدخلات بحال ما هكا ملي كنشوفوا انه واحد السيد عنده ما يعطي ولكن بدات محارب من جهات او شي حاجه، علاش ما كيكونوش تدخلات مثلا؟ نعطيك انا اكثر من المساله، هو ان مؤخرا من جاء الوزير الجديد اللي هو السي بن سعيد ابو سعيد، اتصلت به مهدي بن سعيد اتصلت به على اساس اولا هنيته ولانه هو كان منتج وولد الميدان وتعرفني مزيان، يعني ما كاينش واحد اكثر من هذا، ومعاه مستشاري اللي كيعرفوني اللي منهم بن حسين ولد المسرح، ومعاه السي بريطل اللي توا مخرج وكان في القناه الثانيه وهذا، يعني كنعرفوا بعضياتنا مزيان. وقلت لي بغينا رونديفو غير رونديفو. علاش؟ لان كان عندي واحد انت كتعرف ذاك المشروع ديالي اللي كنت كنوزع فيه في سبيل الله السكن دي زابارتومون اللي هو ليله نجوم الشاشه، سميته الان سميته لو تروفي دي بيوني، يعني ديال الرواد، يعني هذا درع الرواد واللي بغينا نهضروا فيه على الرواد القدام لانهم تنساو نصوبوا لهم ان سيت ولاو الناس يعرفوهم. داك لحد الان انا معاك دابا اكثر من 4 شهور باش ولا هنايا، جاوا من مورايا ناس خداو رونديفوات وانا ما خديتش رونديفو. اذا كيفاش هذا اللي ما عطاكش حتى رونديفو باش يتصنت لك ويجلس معك واللي هو صاحبك تعرفك، كيفاش بغيتي يدخل ويحل لك مشاكل مع التلفزيون ومع سميتو؟ حنا دابا ما قلناش له كاع المشاكل، ما ديك اللي نمشيو حنا نساو كيف تيقولوا الامريكان اوفر جو، حنا ما بقاوش ملتزمين به. اذا ما تنتظرش من هذا. لو كنت انا مسؤول اول حاجه كيف قلتي هذا احساسك واحساسي. علاش؟ لاننا ربما عانينا نفس المعاناه. لان كيفاش مثلا انا تنشوف مثلا انا يا واحد اعلامي بحالك وشفتوا شنو تيدير في التلفزيون وشفت الجمهور اللي عنده، انت راه خصك تخاطفوا عليك ماشي غير القنوات، راه خصك تخاطفوا عليك هذا. ولكن الحمد لله انت الحمد لله احنا دابا تخاطف على رشيد. انا تنقول انا عندنا رشيد حياك رشيد عنده الزهر هو اللي عنده 75 لانه الحمد لله لا حيت النيه ديالو مزيانه حيت هو فنان. انا قلت لك قبيله راجل اللي بدا من السطوحه حتى هو عارف وكيجتهد وكيتضارب وكيتهد.
علاش هاد القناة هادي ما تاخدش تايا دعم كبير والتعاون وتمشي ونشجعوا القنوات الخاصة باش يولوا عندنا قنوات خاصة وتولي واحد المضاربة والحد المنافسة ما قدوش يديروا. علاش؟ لأنهم كاين مصالح شخصية هي اللي غاديين بها. كاين مصالح مني كيولي والي ديال المدينة تيحاربك باش ما تبنيش مدينة ديال الإعلام اش بقى؟ يعني راه مشكلة كبيرة، راه هاد الناس المسؤولين راه مشكلة معهم أنهم بحال ما باغينش أن هاد البلاد تظهر وأن هاد الناس اللي باغين يخدموا باغين غير الناس اللي سماصرية واللي كيهضروا من اللور واللي كيديروا الخواض واللي كيديروا التخلوت اللي معقول راه تياكل العصا وكيبقى يتحارب. ف الله يهدينا وصافي هادشي اللي غنقولوا. آمين. غادي نقترح عليك واحد الصورة اللي هي ديال السيد المدير العام ديال القناة الثانية سي سليم الشيخ. لو رجعوا بك واحد شوية للور سعيد ناصر تعاود تقول نفس الكلام ديال انه شخص اللي هو جاي من الميدان ديال الاشهار وانه التسيير ديال القناه ماشي تنقولها لانه اولا شوف هو التسيير ديال القناه تيخصها ناس اللي يكون عندهم تجربه كبيره في القناه. هو سليم انا تنعرفو، سليم فنان بعدا اولا انا كنعرفو ملي كيغني هو وخو داكشي وستانيس كايست ولا في هذا، ولكن هو في الميدان ديال الماركتين وهذا مزيان. لكن تسيير قناه يعني في اللي سيرها الباز وسيرها سميتو توفيق بناني سميرس وفيلالي والناس الكبار اللي تبارك الله في الميدان ديال لا جيستيون الى جيرونس تبارك الله مجهدين. فالان ملي كتشوف المسيرين اللي كاينين دابا فتنظن انهم ماشي في بلايصهم، ودليل على ذلك ان الفشل باين، ان رغم دابا كاينين الفلوس كاين الامكانيات. هانت شوف القناه فين وصلت، واش هاد القناه اللي كانوا الناس كيعطيو الفلوس باش يتفرجوا فيها الان وليتي كتعطيهم الفلوس وما كيبغوش يتفرجوا فيها، راه هنا تيبان لك واش هاد الناس غادي يمشي. ثانيا كنت تسائل واحد المره واش سليم الشيخ هذا هو اللي كانوا واش هو حر في التصرفات ديالو داخل القناه او لا مسير من طرف كمدير عام ديال القناه ولا مسير من طرف، لان دابخي سيدي كيوصلني لان ملي كتعيط ليه كنحرجوه. فهذا هو التساؤل اللي كنوضعوا، واش هاد سليم الشيخ واش عنده هاد الامكانيه ولا ما عندوش؟ شحال واحد غادي يجاوب غادي يقول لك اودي راه الاشهار والماركتينغ وهذا راه كل مره راه شي داخل في شي تلفزيون حتى الماركتينغ والاشهار والاشهار بطبيعه الحال راه التلفازه هو التيران الكبير ديالو. كاينه انجيرونس كاينه انجستيون على هادشي اللي قلنا. حتى بالنسبه للوزاره تيخص تكون ان بون جيستيونير لانك كتسير واحد العداد ديال الحوايج، لان التلفزيون راه ما فيش غير الاشهار، راه في 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 في, في الديبارتمون جوريديك يعني سميتو القسم القانوني في القسم ديال سميتو المالي في القسم كاينه اقسام راه شركه طبعاً. شركه راه بحال كتسير واحد المنتوج معين، اما الاشهار فهو جزء بسيط اللي كيوفر ديك التلفازه باش تدخل واحد شويه الفلوس وعند الناس ديالها اللي مكلفين بالماركتينغ. فالمدير العام ديال واحد القناه تيخصو يكون عنده إلمام بالقانون، إلمام بالاعلام، إلمام لانني مني غادي نجيبك انت كرجل اعلام خصني نعرفك شكون ونجلس معاك ونكون فاهم شنو كدير، فما يمكنش تتهضر معايا في الاعلان ونهضر معك انا في الماركوش، قرب الماركوتين للاعلام كل حاجه عندها. كذلك كاين تسير هو كيفاش تروج هذيك القناه كيفاش تمشي، خص يكون عندك إلمام بالرغبه ديال البلاد ديالك، اشنو باغي هاد الناس اش كيتسناو من هاد القناه يشوفوا فيها اشنو فوالا. كذلك كاين فيها تربيه مهمه، الجانب التربوي في التلفزيون كيلعب دور مهم لان التلفزيون كيدخل للديور باش يربي الناس، ومني كتدوز اعمال اللي فيها الكلام القبيح والكلام سميتو منين الاعمال ما كتبقاش فيها الهويه ديال المغربي كتبدا تبان لك تضيع. فالمغربي حنا الاعمال القديمه علاش كانت تعجبنا؟ حيت كنلقاو فيها الهويه المغربيه، تلقى فيها راسك. كاين دابا بعد كتلقى مثلا فسميتو 17 حلقه ما كيتذكرش فيها اسم الله كاع، هذيك والله ما كايناش في الحوار. يعني ما كاينش ديك تمغربيت كتحسبها في التلفزيون ديالنا. هذا جانب. عاد نهضروا على جوانب اخرى، فما يمكنش واحد يقول لك انا رئيس مدير عام وغادي نجيري مع شنو هو سميتو وحيت انا كنت ندير الماركتين ولا يقدر تكون عنده هذه القوه ولكن ما شفناهاش. جاوبتيني وجواب صريح هذا. قلت لك الا رجع ديك اللور واش تحيد اللي قلتي زدتي كتاكدوا تري بيان ولا واحد ما يبقى في كلمتي ولا عمل. لو كنتي السيد رئيس المدير العام ديال المجموعه الاعلاميه شدا سي في بطبيعه الحال و اف ام رشيد حياك شنو تقول سعيد نصيري؟ اولا نقول تيقول لي واش كاين كاين عند الناس سي سعيد. انا رشيد حياك احترمه كثير، علاقتنا طيبه وحنا انا كنعرفوا بعضياتنا من قديم، انا كنعرف با ونعرف عائلته كلها لانه كانوا في الفن، كانوا ناس اللي كان عندهم استوديو القاهره، كانوا لعبوا دور كبير في نشر الاغنيه وفي تطوير الاغنيه المغربيه وهذا. اللي زوين في رشيد هو انه كيتصنت، يعني ملي كتجلس معاه
كيسمع رغم ان الامكانيات ضعيفه وكيتحارب لان الامكانيات ضعيفه. انا قلت لك انا خاصو مساعده كبيره. انا كنسمي المغامر وانا اللي بغيت، انا اللي بغيت وهذا هو النداء اللي بغيت نوجهه للي سبونسور وداك الشيء، انهم يعاونوا بحال هذه القنوات باش ما يبقاوش تحت الوطاه ديال القناه الاولى والقناه الثانيه، انهم تبقى يدوزوا لي برودوي ديالهم مع اعمال اللي هي ماشي في المستوى ديالهم. انا عارف كاين واحد الضغط وواحد سميتو، ولكن بحال هاد القنوات كتقدر لانونسور او اللي يدير الاشهار انه تيقدر او الممول اللي بغينا نقولوا كيقدر كيقدر مثلا يفرض رايه ويقول هذا ويدخل في العمل ويقول لك بغيت انا الاسم ديالي يبان. كذلك كاينه حريه اكثر انه يبان السلوغون ديالو ونتكلموا على الاشهار كما بغينا. ما كاينش واحد التوجه سياسي معين. يعني هي حره، لا هي الرقابه كاينه ولكن شوف انا كنقول لك دائما بخطوط حمراء طبعا. فما تاخذش الكلام ديالي كله ديال مانيغ بيجوغاتيف، انني ما تنقولش احنا دابا كنتكلموا تكلمنا على سليم ولكن بقينا باحترام وتقدير طبعًا. تكلمنا على رئيس الحكومه باحترام وتقدير يعني كاين احترام. هنا فين كيبان البروفيسيوناليزم؟ انك ملي كتطلع فوق خشبه المسرح وكتبدا تقول انا غنمشي فيك كريتيكي، غنبدا نكريتيكي هذا ونكريتيكي هذا، راه ماشي انا هو، راه كناخذ غير الاراء ديال الناس وكنحاول نعطيهم بواحد الطريقه كوميديا صيغه كوميديا ولكن احتراما. اشنو بزاف د الحوايج، اول احترام التقاليد ديالنا، انني انا ما تلقانيش في اعمال ديالي شاد الكارو تنكمي ولا شاد سميتو الا الا كان موقف كوميدي تنقدر نديرها. اما باش تلقى علاش كنعرف انه التلفزيون عنده تاثير على الوليدات وعلى الشباب وكيبغي يقلد سعيد الناصري، كيبغي يقلد رشيد، كيبغي يقلد كيف ما كتلبس، كتلقى دابا شي واحد كيلبس قميجه كحله وبيضاء وذا ويبغي يكون يعني هذه عادي طبعًا. انسان عنده طبعًا. تاثير ف الممولين خصهم يهتموا بهذه القناه هذه ويحاولوا يشجعوها ويجيو يحطوا باش حتى هي تلمى وغادي دير اعمال اكبر. فهاد السيد هذا انا علاش قلت لك تنحترمو، انه ملي كتجيب واحد الموضوع كيعرف راسو خاسر فيه وتيقول لك نديرو معاك بحال دابا حتى جيتي قبيله على صلاح المصور كنقول لها انا راه زدت هذه، تيقول لي كنقول لك كنقول لها راه المصلحه، تيقول لي هو صافي ملي قلتيها انت. اذا هنا تتبان لك الانسان شخصيته. هذا ما تيعنيش انه كاين خلاف بيناتنا في بعض الحوايج اللي هذا، ولكن كاين واحد احترام كبير ليه ولعائلته كنحسوا براسنا حنا هنا في شهاده بحال في واحد مجتمع عائلي يعني بالنسبه لنا خوته كلهم تنعرفوهم الحاج الله يرحمه يعني ناس اللي كتعرف انها عائله. لو كنتي بلاصه فاطمه خير في البرلمان الفنانه الجميله ديالنا خدمتي معها هي دليله لو كنتي بلاصه فاطمه خير شنو غادي تكون القيمه المضافه ولا لا فالور اجوتي اللي غادي يزيد بوتيت سعيد النصري من داخل قبه البرلمان؟ لانه كيقول لك الا بغيتي تبدل كذلك شيء دخل الوسط ديالو وحاول انك دير كذلك تغيير. شنو كتسنى من فاطمه خير؟ اولا الناس باش يفهموا ان فاطمه خير ما مشاتش لتماك كتمثل الفنان المغربي او لا كتفتن، لا فاطمه خير كتمثل واحد المجتمع المغربي يعني البلاصه اللي هي مشات ليها فهي كتمثل الشعب المغربي يعني طبعًا. تقدر مثلا تهضر على بزاف د الحوايج لانها خصها تدافع على ماشي غير على الفنان الفنان على الحداد على على النجار على اللي ولد الدرب على المشاكل ديالها الحومه اللي هي انتخبت فيها خصها تدافع عليهم على مسائلهم على ظروفهم على سميتو. فما انتظروش منها شي حاجه كثيره بالنسبه لها كاسكيت ديال الفنان وجميع الفنانين كيقول لك عندنا فنانة داخل قبة البرلمان يعني كيكونوا انتظارات. لا ما نظنش تقدر تغير شي حاجة لأنها تقدر مثلا دينونسي بعض الحوايج وداك الشيء كانوا تجارب قبل كان ياسين أحجام تقدر ولكن هو ما يقدر يديروا. اللي خص يغير في الحقيقة هو أننا يكون عندنا لو كان عندنا مثلا وما كاينش أن النقابات ديالنا عوض نقابات وداك الشيء يكون عندنا حزب فني واللي غيمثلنا في البرلمان كيمثل غير الجانب الفني وانتخبوا عليه انه والدفاع ديالو غيكون دائما وزاره الاتصال ووزاره الثقافه ووزاره الماليه حيت هادو هما اللي عندنا علاقه معاهم ويدافع عليه. ولكن هذه المساله ما كايناش قانونيا ما يمكنش دير حزب فني هذا ولكن كاين نقابات كاين سميتو. وكنظن ان فاطمه خير عندها هاد الانتيليجونس وتبارك الله على ذكيه ورغم ان في واحد النوع من المغامره ان مني مشات ولا عندها واحد التوجه سياسي فهي هذا. فهذه هي الحاله اللي تقدر دير هو ان العلاقات ديالها ان دابا حنا مثلا بغيت رونديفو مع الوزير ما عطاهاش ليا هي راه كتشوفو كل ثلاث ولا كل الاربع غادي تجلس معاه وتقول لي واحد الملف ديال فلان راه خصك راه الفنان الفلاني الفلان راه هذا وتعطيه هو غيسمع لها ما لكن قانونيا باش تنوض تدافع على الفنان فهي راه ماشي مشات على قبل اللي انتخب عليها راه ما انتخبش عليها غير الفنان راه انتخب عليها داك المشوم في الدار مسكين ولا داك الكارديان اللي كي هذا وداك القزار وداك هذا والناس اللي ما عندهمش واليتامى وداك اللي في ديك الحومه
فهي كتدافع على واحد المجموعه معينه وكتمنوا له يعطيه الحال الله يعاونها والله يسعد سعيد وهذا تبقى فينا الحل لان ما تكونش معنا في البوي 3 شكون اللي اتروبليس في البوي 3 عطينا سكوب يلا لا ما غيرونبلاسيتش شي واحد خلينا حنا الابراهيمي اللي كانت عندها غير حضور هذا اللي هي مرتي الاولى الان غادي تولي هي الدور الرئيسي مع نعيمه الياس اوكي وتحيه طيب حال نعيمه الياس نعيمه الغزاله جلادور غاديك سيده كلشي تيموت يعني المغرب كله تيحمق على وتنعزيوها في عبد القادر البداوي لانه كان بحال الوالد ديالها وربا عزاءنا وحيده على طيب حال مسكينه ملي توفى بقى فيها الحال رائد من رواد ديال المسرح في المغرب لو كنتي في بلاد اخر سعيد من غير بلادنا كنتسطاو عليها وكنحماقوا عليها كنظن انه سعيد واحد ساعه غادي ما غاديش نقولوا وقفات الحمد لله انت ما مخليهاش كتوقف ودافع كروسك وغادي الحمد لله لا الحمد لله ولكن واش كتظن انه غادي يكون نفس المسار شوف هو انا ما نظنش انه تكون نجوميه ونعاودو نمشيو عاوتاني لهذيك خليوه يمشي بوحدو واحد ساعه في الصحراء ديك لا ترافيرسي دو ديزير هو شوف ملي كيكون شاد القضيه ديال ان سكون ابل حدايا الناس ديال الماركتين هو لو برودكت لايف سايكل ان اي برودوي اي منتوج عنده واحد الحياه يعني كاين الحياه ديال البدايه يعني الولاده من بعد كاين الكبر ديالو بحال شي انسان تيكبر من بعد عندك النجوميه من بعد النجوميه كاين لا ستاغناسيون يعني كيبقى غادي ومن بعد يا اما كيهود يا اما كيبقى غادي ستاغني ولا كيطلع واحد الشويش ولكن ما فحال قدو يطلع واحد الواحد غادي يكرا وصل يعني كيوصل السن لاج كيدورو جينيراسيون اخرى كتظهر وهذا في المغرب تنظن ان المغرب انا محظوظ انني بعدا مغربي لان علاش ان هذا الحب اللي عندي في المغرب ما نظنش غادي يكون عندي ولو كنت عايش في بلاد اخرى الا انك تولد ديك البلاد مثلا وكان عندي نفس الحظ اللي عندي فيها ولكن كمغربي انني نشوف راسي ناجح في بلاد اخرى ما نظنش لان النجاح في المغرب عنده واحد الاحساس جميل جدا ماشي غير النجاح كتحس راسك كتحارب شي حاجه اللي ديالك مي. يعني حتى شي واحد غادي يقدر يقولوا لي اللي بغاو ولكن حتى شي واحد ما يقدر يقول لي الزباليستك وخرج من هذه البلاد بلاد يعني فهمتك انا عاصر هنا ما يمكنش دير اللي بغيتي يقدر يحبس عليا البيبان يقول لك هذه ما كاينش ولكن ما عمر شي واحد ما غايجي ويقول لي هز قلعك وخرج من هنايا هذه بلادي بحال شي واحد اللي عايش في دارو مع وليداته وهذا وما يقدرش ولا مراته تقول لي هذه داري ما نخرجش منها هذه هي اهم شيء كذلك هذا الحب اللي عند الناس معايا انا انا بعد خطرت نشك في راسي تنقول الحب غير معقول لان تصور ان كنا كنصوروا في ذاك السبوت ديال الجرعه الثالثه وكان واحد شتي السيد كيشطب وجا عندي تيبكي تصور الدموع في عيني تيعنق فيه تيبكي تيقول لي راه تنموت عليك اخويا سعيد ومع فين غتلقى شي ما عمرني شفت انا خدمت مع المصريين وخدمت مع الفرنسيين في افلام ديالي ما عمرني شفت شي هما معروفين وكيجيو ما عمرني شي واحد بالدموع ديالو تيعنقو تيقول لي تنموت عليك اخويا سعيد ما عمرني شفت شي واحد في الديوانه ولا واحد في الضوء الاحمر بوليسي تيشعل لي الضوء الخضر تصور اقسم لك بالله يعني باش تعرف هذا الحب والتقدير الا كان كنا كنتجلس بوحدي وبانت له هذيك المسوده ويقول لي بلاتي سي سعيد واش عندي كنشكرهم لان شحال مره تنغلطوا كتمشي كتلقى موظف تيسبقك انت الاول يعني هذا الحب طبعا الناس في الدرب في الزلقه البارح والله الا غير البارح انا غادي وكانوا كيحبسوا الطريق مع شي كيصابوا الطرا ودسموا واحد البلاصه غلط ومسدوده وجا كيجري مسكين وحيد لي قال لي راه ما كنديروا حتى واحد ولا فين غتلقى هذا الحب هذا والله واخا تمشي فين ما مشيتي جاوا معايا دي فرونسي دي امريكان اللي ملعبوا معايا في اعمال وجايين معايا في الطوموبيل وشافوا الناس كيفاش كيتعاملوا معايا في المطار كيفاش البوليس كيتعاملوا معنا في المطار الاحترام اللي كاين واحد شك قال لي واش باك في شي شخصيه كبيره قلت له الوالد عبرو ما قرا مسكين كاع هذا الحب قسما بالله اخويا ما تلقاش النجوميه في المغرب ملي كتكون سورتو ملي كتكون نجوميه اللي هي صادقه كيكون تعامل جميل الحب جدا ماشي ما كنظن ماشي حتى النجوميه هذاك الحب حتقدر تكون نجم ولكن ما يبغيوش لا نجوميه صادقه كتمشي للريستورون تجلس تبغي تخلص يقول لك لا راه صافي راه خالص قهوه راه خالص غارديان تلقى كيجري لي على درهم وحق الله العظيم تيوقف تيقول لك هاي سير ربي سعيد والله لما تصور درهم ديالو ولا درهم تيقول لك خذها ما فهاد الحب تنظن ما نلقاش انا في شي بلاد اخرى وانا سعيد انني مغربي ومغربي حتى النخاع كذلك واحد الحاجه اللي مهمه سيدي رشيد غنقول لك هو انك كتحس براسك كتحارب في شي حاجه ديالك يعني ملي كنوض عندي رساله كندافع على الغلا او دابا انا اخنو الصديق ديالي ولكن من هذا بالغلا غدا غتلقاني كندير دي سكتش على الغلا على هذه المسائل بغلا وكنحس براسي انني كندافع على واحد اللي كيتلاقى معايا في الزنقه تيقول لي سعيد ودوي علينا اخويا انا صوتو تراك ولد الشعب وهضر لينا دابا تنقولها لك وانا الدموع في عيني لان تتحس براسك انك عندك رسالة خصك دوزها
ومطلوب منك كذلك انك دوز. انا قلت لك الكلمه اللي زوينه انتما تبارك الله عليكم معروفين ودويو علينا وعلاش ما هضرتش على هذه وعلاش ما هضرتش على هذه مسؤوليه. كتحس براسك ان هذاك تيدوي معك تيحس بك انك انت اللي كدافع عليه انت اللي. لو كنت كلمه سعيد النصيري خير خير كسب خير 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 بصفة عامة خير أنا أحب سعيد خير خير كسب اللهم لك أنت من الله ربي يقبله سبحانه وتعالى. أنا كنت عاطيك الصبر مش كنشوف فيك الصبر بوكو بلوس الصبر لا شوف هو الخير هو كل شيء لأن الخير تيهون الصبر يعني تتصبر تتجرح تجي ولكن الخير مني كتصور أنني بدأت مني كنكون في شي حفل وكنهديو خصوصا مني كنا كنهديو شقة الواحد ما في حالوش أو ما عندوش وكتشوف الدموع في عينه والفرحة في عينيه أقسم لك بالله العظيم إلا كنرجع للدار ما كيجينيش الناس فرحان تيهون داك الشيء كله داك الجري وداك الشيء تنحس براسي أنني فرحان مني كيوقف عليك شي واحد أنا كيبقى في الحال مؤخرا والبارح ولا ما نعرف جا واحد مسكين من فاس على هذا ولد ولد نداء تنقولوا إلا كان شي واحد اللي يقدر يعاونه جايب الكريريصة ديالو مسكين وما عندوش سميتو الحسين جا عندي ومرتو ولدته ثلاثة في دقة وتبارك الله عليه ما ضيعش الوقت واخا الكريريصة وعنده الكراكيت سالو كاريبيت ما عرفتش 800 درهم وجا عندي من تما قال لي راه سمعت عليك كدير الخير وبغيتك تعاونني يعني مني كتولي الاسم ديالك مقترن هاد كلمة الخير وفي مدن أخرى وفي هذا فهذا من فضل الله عز وجل الله اللي يحشمنا. لو رجع عليك اللور دابا نمشيو للفيلم ديال سعيد النصيري من البداية حتى لدابا شنو الحاجة اللي تبغي تبدل في المسار ديالك كامل ولا في حياتك كاملة؟ الأخطاء ديالي مع الناس يعني كاين بعض الحوايج اللي خطأت مع بعض الناس وربما ألمتهم وعن غير قصد ولكن خطأت مع بعض الإخوان بعض الأصدقاء خرجت إعلامية ولا بعض خطرات كنجرح شي حد أو لا كنخطأ معاه في المعاملة أو لا شي حاجة كأي بني آدم خطأ قال كل بني آدم خطأ وخير الخطأ من التوابل فأي واحد يبغي يعود حياته تيحاول أما الجانب بحياتي كحياة يعني بسعادتها بشقائها بجمالها أنا عشت حياة جميلة جدا راضي بها. عشت مستور وراضي بها الحمد لله. اللهم لك الحمد. آخر سؤال في هذا الشق هذا إلى نفس الفيلم وتشوف شي حاجة اللي الله أعلم تقدر تبرزك وتقول وخم برصاني من بدلاش كاين شي حوايج كتقول واخا مبرصيني لان في رب ضارة نافعة. فهمتي كاين شي حوايج مثلا هذه المساله ديال انهم سدوا عليا البيبان انني التلفازه ما كايناش ولكن الله سبحانه وتعالى دارنا الفرج ولقيت المسرح لقيت السينما لقيت شهادة لقيت اليوتيوب اتصور انهم يسدوا عليا وداك الشيء الناس زادوا حبوني اكثر وتعاونوا معايا اكثر نهار بغيت ندير قلت لهم غندير القناه ديال اليوتيوب ما تقدرش تصور ان الناس كلهم تقيدوا في اليوتيوب وكلهم تيساندوني وتعيطوا لي با سعيد حنا راه كنحل تعاطف كاين اللي كيشوف الفيلم اربع المرات خمسه المرات غير باش يعاونني انا وكيجيب عائلته كيدخلهم وكذا حتى وصلت في ظرف قصير لأميليون الناس كلشي تهتم الناس ديال اليوتيوب يسحب لهم بانني شريت سميتو صيفطوا لي تيقول لك واش شريتي هذا فهذه ضارة ولكن نافعة من أنني كسبت المحبة ديال الجمهور المساندة ديالهم كذلك مني درت الجرعة الثالثة بزاف الناس انتقدوني يبقى فيهم الحال ولا سعيد يسحبوا لي واش قلبت الفيستا واش درت لهم شرحت لهم لأنهم لي كومونتير شرحت لهم بأن هذه المسألة درتها عن اقتناع ويسحبوني واخذ فيها الفلوس ويسحبوني لأنه يعني المسألة ديال اللقاح جاب ديباك كبير ونقاش كبير كاين اللي ما بغاش كاين اللي باغي كحساب لهم أنا درتها لأنني كنبغي نقسم مع الجمهور ديالي كل شيء يعني أنا بالنسبة لي كانت الأطباء نصحوني باش نديرها درتها وموقع لي والو فقلت للناس مني تقترحت علي الفكرة ومن يعني من 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 الناس اللي هما ملتزمين وعندهم تبارك الله وقيمتهم الكبيرة وداك الشيء قال لي سعيد واش ديرك قلت لهم هي بطبيعة الحال ونديرها بينيفولمون وانا سعيد انها الا كانت غادا تعاون المغربي وغادا تعاونه ولكن انا ما تنقولش اللي يديرها صحة ولا بالعكس انا تجربتي تنقسمها معاك وتبقى احنا بلاد انا اختاريت انا اللي نديرها احنا الحمد لله بلاد ديال الحريات ما كاينش شي واحد اللي غادي ولكن كتجربتي انا ما شفت شي حد حدايا اللي وقعت له شي حاجة او لا مرض او لا دار الناس اللي كنعرفهم فعلاش انا ما يستافدش واحد اخر تا هو من تجربتي هادشي اللي كاين تو سامبلومون. شكرا لك على صراحتك سعيد. لا شكرا على واجبك. فقره مواليه قربنا نساليو الحلقه ديال اليوم فقره المواليه هذه ماشي انا بعدا ما سخيتش بك بعدا حتى انا مازال ما سخيتش بك راه مازال جاي هضره مازال كيما يتقال غادي نمشيو عند سعاده المحرج في اخر كلام وعلى شاده سيفي. سعاده المحرج مساء النور. اليوم غادي نقول لك مساء الخير راشي. على سلامتي.
حيت معول نتسلف من عندك فلوس داكشي علاش ولكن ترجعهم لا تتسلفني وغادي نكرك نشكرك زين. سعيد النصيري سعادة المحرج تفضل دوسي الاول ديالك العنس. سعيد النصيري ايه وي شكون فيهم المخرج ولا المسير الرياضي؟ ماشي الرئيس ديال الوداد نو سعيد النصيري الكوميدي والبوتيل والمخرج الاخر ما زوينش بحالي انا انا زوين انا كنلعب البطوله ديال الافلام ممكن تحيه للسي النصيري تنحبو لانه هو كيلعب البطوله الوطنيه القريب ديالي ويحبو تبارك الله تفضل لامس واش انا عندي لك دواسه مغبري ماشي بحالاتي تفضل اخويا سعيد النصيري نعم من نهار تعرف عليك الجمهور الكبير وصحح لي إلا غلط سنة 1998 في سيتكوم أنا وخويا ومراتو وانت كتعتبر الفن وسيلة للتعبير لا غير وبالنسبة لك الفن ماشي مصدر الربح المباشر واللي ما كيعرفش الجمهور الكبير هو أنك وانت كتفكر تدير الفن ومعروف شيئا ما كنتي موظف في المكتب الشريف للفوسفات وخرجتي منه من بعد سنة من العمل ومن بعد خدمتي لمدة 3 سنوات في تسيير ديال مؤسسة بنكية السؤال دابا هو واش حاليا باقي سعيد الناصري كيشوف الفن ماشي مصدر للربح المباشر؟ اولا انا خدمت 7 سنين ماشي 3 سنين شوف ضربتيني في 4 سنين صاحبي الله سيدي سيدي لا شوف واحد القضيه انا ما عمري ما قلت بان الفن ماشي مصدر الربح المباشر بالعكس الانسان هذا السؤال تطرح ديما واش الفنان يمكن له يعيش بالفن واش بالعكس الانسان ممكن يتغنى بالفن ممكن يكون غني بالفن ولكن الا كان في جو اللي هو مساعده ومعاونه اللي يقدر انه يقدم اعمال فتصور معايا انا لو كان مثلا كنقدم مثلا شولة عندنا مثلا 300 مسرح في المغرب وكان قدم 300 عرض في السنة واش عرفتي انا غادي ندخل فلوس يعني لا واخا ندخل غير 1000 درهم في كل راه 300000 درهم راه سالير ديال البونكي بوندون العام اولا مثلا انني كندير غير جوج ديال المسلسلات كما كيديروا المصريين الاجور ديالنا حنا اجور ضعيفه لو كانت أجور غالية طالعة غادي نكونوا من الأغنياء بالعكس أنا دائما تنقولها غير هو في بعض الظروف التي كان نعيشه أنه ما كانش واحد المساحة اللي هي موفرة لنا باش نخدمه بواحد الحرية وأننا نخدمه كما بغينا وداك شيء فكتلقى فوالا أريحية كتلقى أن كاين ظروف ديال بعض الفنانة صعبة جدا وكيف هضرنا قبيلة سوء التسيير عدم وجود ناس مسؤولين في المستوى شركات في المستوى اللي كيقدروا الفنان فإلا خديتي مثلا المصريين كتلقى راه كان ماشي انا اول واحد اللي كان في شركه ولا عادي الامام اللي هو رمز الفن والكوميديا في مصر راه كان مهندس زراعي سميتو هذا يحيى الفخراني كان طبيب بيطري عفوا كان طبيب ديال بيدياتر ديال لي زونفون ديال الوليدات كان ديال الوليدات يعني فرنساوي درتها بالعربيه بيدياتري بغيت نعرف بيدياتر كان بيدياتر كلهم سمحوا في هذا ومشاو لجانب الفن كذلك الفن هو بطبيعة الحال هو وسيلة للتعبير ولكن في نفس الوقت فهو وسيلة للتفكير وسيلة لتغيير الأشياء وسيلة لسميتهم للمتعة بعدها لأن الإنسان تبغى يتمتع أنا وقتاش كان مشي السينما الوقت اللي تكون عندي فارغ ما نشان نخلي خدمتهم مشي السينما وبعد اخترت تحاول تخرج واحد الوقيت الاش كنتي كتسمع بشي فيلم مزيان او لعبه مزيان وقتاش كنتفرج التلفزيون ملي كنسال وكنبغي نرتاح يعني كاين جانب المتعه هو الاول والجامع ديال انني نتفرج وهذا هو وكيبقى بيان سور تجمع بيناتهم كاملين باش تقدر تعيش يعني ما يمكنلكش تعيش وانت ما عندكش وتقول انا غندير الفن ما يمكنش ما يمكنش لك تخدم كيف قلتي قبيله واحد السؤال اللي قالوا سي رشيد قال لك واش حنا ما غاديش نساليو من ديك تعاون معايا راه هادشي اللي عطى الله راه البيدجي هادشي اللي يعني هنا سيد لا ميسكينغي وما خصهاش تكون والجمهور المغربي عنده اقبال كيبغي يجي يتفرج وتيجي للمسرح الا لقى شي حاجه مزيان الوحيد اللي كيعمر المركب الرياضي هاد العبد المذنب انا درت الاعمال ديالي كلها كنت كنديرهم في السينما كيبقاو الناس برا وليت كندير المركب سميتو فاس درت سميتو التيران ديال الكره 25000 ديال الناس اللي جاوا ودرنا الثمن قليل يعني 50 درهم والناس جاوا وجينا وجاو الناس جاوا خدموا علاش لانهم عارفين غايجيو غايشوفوا شي حاجه مزيانه مع وليداتهم مع يعني كاين واحد الاقبال من بالنسبه للجمهور المغربي الجمهور المغربي تيبغي الفن المغربي وتيموت على الفن المغربي اذا بهذا الاقبال حنا نقدروا نعيشوا طبعا الناس راه كاين اللي عايش غير بيوتيوب دابا
كاين الشباب انا تنعرفهم تيديروا افلام قصيره في اليوتيوب وتتفرجوا فيهم الناس كيشجعوهم وكذا وفتح بيت طيب. يعني باعمال فنيه اللي هي بسيطه جدا رغم ان في بعض الاحيان تكون ماشي طيب. ولكن الناس كيشجعوهم الفن اذا مصدر رزق مصدر رزق طيب. ومصدر ربح الا بغينا مصدر ربح وفي نفس الوقت فهو بيان سور خاصو يكون حامل رساله طيب. ديال التوعيه ديال اون دينونس دي شوز مصدر رزق ومصدر ربح بزاف ماشي ماشي الواحد ديال المعنوي وماشي لواحد جهه برافو عليك عاوني مع هذا المحرج تفضل لا 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 باسكال عزيز عليا ما نخليك معنا تفضل سؤال ثاني سعادة المحرج إلا لاحظتي سي سعيد ناصري أن السؤال الأول كان ظريف وما فيهش إحراج ولكن هو كان تمهيد لما بعده سيد ولا راه شوف دربني راشد قبل ما تجي أنت سي سعيد ناصري أنت مالك لفيلا في حيراقي في كازا أيه ونادي للفروسية القيمة ديالو 4 مليار اللهم لا وشق لا حسد وشقة ومالك لشركة إنتاج الله يزيد ويبارك لك في رزقك ويسر لك فيه الحمد لله ولكن واش هاد الشيء جا من التوظيف او من الفن لا جا من جوج الحوايج لان خص تعرف واحد القضيه ان سعيد الناصري ماشي تندير غير الفن كممثل او لا كمخرج انا عندي شركه انتاج وكنتج اعمال لناس اخرين وكنتج دي وصلات اشهاريه كنتج اشياء اخرى اللي هي عندها علاقه بالجانب اللي فيها الربح ماشي غير بالصالير ديالي كممثل انني غادي نقدر نفتح بيت وانني يكون عندي واحد ندير واحد كذلك ملي كتسمع مثلا خديت مثلا فيلا فرا ماشي خديتها كلها من فلوسي اللي كنا خدينا كريدي وغادي بشويه بشويه رانا الان عندي 60 عام راه 40 عام وانا كندمر ف يعني ولا كتشوف دابا شي واحد عنده فيلا وعنده طوموبيل مرسيدس كتقول هذا راه لاباس عليه راه تلقى داكشي كله كريدي انا نعاود لك واحد على طريق مزعه النكته واحد جا عند واحد قال لي دور معايا خارج هو من الفيلا ديالو بالطوموبيل واعره داكشي قال لي دور معايا واحد 100 درهم قال لي راه باقي ليا 500 درهم وغادي ناخذ شي حاجه ولصقوا الاخر تيقول له والله ما عندي قال له لا والو ما يمكنش وانت هذا والفيلا والطوموبيل ويطلعوا قال له طلع اركب حدايا طلع قال لي شحال عندك انت في جيبك دابا قال له 400 درهم قال لي كتسالك شي حاجه قال لي ما كيتسالني والو قال لي واش تي انا راه كتسالني واحد 150 مليون في هذه الفيلا وكتسالني واحد 34 مليون انت راك فوق الصفر ب 400 درهم وانا تحت الصفر 250 مليون يعني الناس بزاف تيحكموا على بعض الناس المظاهر حيت مسألة كاين اللي كياخذ كريدي كيبقى يخلص بشويه كتلقى مثلا واحد موظف صغير تلقى بريط ما تيبقى يعطي بشويه بشويه واحد الوقيته تتولي ديالو فهذه هي الطريقه باش ولكن انا ما تنديرش غير يعني كنشتغل في الفن ولكن كاين اللي كيخدم فنان وكاين اللي كيشتغل في الفن فانا كنديرهم بجوج هذا ولا وبركه من التقواص السيد المحرج تا خصك تسموك المقوس ماشي المحرج مشيتي لدار المحافظه جمعتي هذا الشيء كله وجيتي زيد السيدي تفضل اللهم لا حسد اللهم لا احراج واخا سي سعيد ناصري نعم عندي دوسي ثقيل شويه زيد ما قصه المستثمر الايطالي اللي حاول ينصب عليك ومن بعد اتهمك بالنصب والاحتيال ورا هذيك يضربني بكوس فقني وشكا هذيك رضات الوالدين اللي نفعتني هذاك واحد ما كاش فراسي هذه ما كاش فراسي لا هذا واحد قصه غادي نعاودها لك راه زوينه هذا واحد الايطالي مزوج مغربيه وجاو لعندي على اساس بغاو يشريو من عندي بغاو يدخلوا معايا في المشروع الكبير ديال مدينه الاعلام حتى انا كنا كنقلبوا على مستثمرين من بعد انا عرضت عليه جا عندي النادي ديالي نادي الخيول اللي كاين في ولاد صالح يعني في بوسكوره وجا تغدى معايا تماك وجا هو مراته وبنيته صغيره وداك الشيء ودينا تنهضروا قال لي هذاك المشروع الكبير راه كبير عليا بزاف راه سمعتك هذا باغي تبيعو قلت لي يا بغيت نبيعو لان الفلوس ديالو هما اللي بغيت نعاود نصفرهم فهداك قال لي انا راه مستعد نشريه قلت لي مرحبا دازت واحد 15 يوم غبر عليا سواس دوك السماصريه اللي جابوه وجابوا وحده باش بيعطيوش قال لي شوف راه حنا فكرنا مزيان دابا اش ظهر لك تكري لينا ومن بعد واحد العام عاد نشريو باش نعرفوا المغرب وهذا قلت له ما كاينش حتى شي مشكل دابا انا كنت غادي نتصيد واحد الصيده ربي سبحانه وتعالى فلوس الحلال ما صيدني شيء صوبت لي واحد قال لي صافي انا غادي نكري من عندك هذا دار عطاني واحد التصبيق ديال 300 الف درهم على اساس هذا درت له واحد الروسي بانني راه تسلمت من عنده 300 على اساس انه غير من دي رجع من بعد شهرين كان دار معايا شهر غير رجع قال لي سلمني المفاتيح ديال قلت لي ما يمكنش راه خصني نديرو كونطرا
ونشوفوا ما لك وما عليك. حتى ذكرى كاين عندي الخيل تماك، عندي ماتيريال، عندي ما يمكنش نعطيك غير نكري لك هكاك بحال دار مفرشه غتكري الواحد ما بغاش. باش لو كان بغا هو يدخل بلا سميتو وبغا يدير لو روجيست كوميرس سميتو، وإلا دارها مشى لي انا المحل ولا في سميتو ولا هذا. بس سيغ المحامي ديالي هو كنحسب له انا ما عندي لا محامي. المحامي ديالي نصحني قال له شوف اجي نديروا المسائل بطرق قانونيه، نديروا واحد العقد بانك انت كتكري من عند السي فلان بهذه الطريقه عند النوطير ونقادوا الامور وهذا وتاخذ المسائل. ما عجبوش الحال، ملي شاف راسو تحرج وداك الشيء قال لي خص ترد لي الفلوس. قلت له الا بغيتي نردهم لك نردهم لك. هو خاف ان الا رديت لي الفلوس غندعيه ونولي تابعو بحوايج اخرين. ناض مشى صيفط لي عون قضائي تيقول لي راه داك السيد كرا لي وما بغاش يعطيني هذا وسدي على حوايجي. قلت ليش من الحوايج دابا اللي زوينه هو انه مني صيفطوا العون القضائي باش يشوفوا الحوايج. الحوايج ديال من؟ حوايج ديال المسلسل اللي صورت به المسلسل ديال القناه الثانيه ديال نسيب الحاج عزوز، هذيك اكثر من 3 سنين ولا 4 سنين. قلت لهم انتم راه كاين الدليل، سيروا تفرجوا في المسلسل وغتشوفوا هاد الحوايج واش ديالو ولا راه ديال المسلسل هما اللي مفرشين هنايا. وتزير فبقى هو كيتابع بهذا ومشى للاعلام تيقول لهم بان راه سعيد الداليه ودار ليون صباش هذا. وكاين عرفتي حنا الاخوان ديالنا بدوك المواقع عرفتيهم خصهم غير يمتى ينزلوا ولا المشكله في هاد المواقع للاسف الشديد هو انهم ما كيسولوش. على الاقل اللي يجيو يسولوا ويعرفوا كيجيو كينشروا حيت كيقلبوا على البوز. اما المواقع اللي هي بعقلها وتبارك الله ثابته وسميتو جا خبر كتعيط التليفون سي الناصري سمعناك بحال دابا المحرج طبعاً. سمعنا اشنو الراي ديالك اي هذا عطينا الوراق نشوفوهم. وانا داك السيد ثقت فيه وعطيتو وريقاتي وعطيتو كل شيء وقلت له ها انت راه حنا ورحبت به لانه اعتبرته مستثمر. فلقيته ناصب على بزاف الناس ودير بزاف الحوايج والله يسمح ليه وصافي ما كاين مشكل. هادشي اللي كان هادي القصة. تفضل نعمس. تفضل. اللهم لا حسد جوج. واخا ندوزو قصة المستثمر الإيطالي. إوا جداك الهيفاء وهبي تاعي اللي شاركتك قدمت المجموعة من المستشهرين في ملف اقتراحات على أنها غادي تجي للحفل ديال ليلة نجوم الشاشة. الحاجة اللي خرجت هيفاء وهبي براسها ونفاتها. ما تفاصيل القصة سي سعيد النصيري؟ اولا انت قلتي انت الاول قلتي اقتراح. دابا شنو كيوقع؟ حنا ملي كنبغيو نصوبوا ان دوسي سبونسورينغ كتقترح على على الناس اللي غادي يدخلوا معك على لي زانونسور كتقول لهم اودي انا راه باغي ندير الحفله وغنجي فلان وفلان 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 اشهر لكم. ملي كيقول لي هو الموافقه على واحد عاد كنتصل انا بداك حيت ما خرجناش حنا في ليزافيش. كل مثلا درنا كيف ما داروا معنا نصي عجرام خرجوها في ليزافيش وقالوا راه غادي تجي غادي تسمى ديك كتسمى كتكذب وكتنصب على الناس. ولكن ملي كدير غير ملف وكتعطيه لواحد مازال بينك وبين المستشار بحال باقي بينك وبين المستشار كتقول له فوالا انا راه غادي نجيب هيفاء ولا غنجيب نصي عجرام ولا هذا. تيقول لك اودي انا ما بغيتش هيفاء واش يمكن لك تجيب لي نصي عجرام في بلاصتها؟ كتقول لي تيقول لك وانا معاك. إذن ديك الساعة كنضربوا على هيفاء وكنديروا هذه. ثانيا واحد السيدة صحفية الله يسامح لها أنا عطيت الملف عطيته لواحد الشركة ديال الار بي ديال لي غولاسيون بوبليك هما اللي غيتكلفوا. طاح في يديها الدوسي شدات داك الدوسي وتقول لهم وعيطات لهيفاء وهبي عيطات لهم في التليفون قالت لهم راه تيبيع ويشرب سميتك. والاخرى قالت لهم انا بطبيعه الحال غادي تخرج تقول لهم انا باقي ما قال لي بحال دابا انا غنصوب ان فيلم ان فيلم غادي ندير فيه بطوله رشيد وواحد اخر غيجي يقول لي مثلا لا ما بغيتش انا رشيد او لا بغيت مثلا رشيد ما يمكنش تنقول باقي انا ما قلت رشيد والو غير اقترحت على هذاك التلفزيون بحال كما كنقترحوا على التلفزيون. دابا كنمشي للتلفزيون تنقول لي حنا عندنا مسلسل غندير فيه الممثل الفلاني والفلاني والفلاني كيقول لك اودي شوف هذا الممثل راه مستهلك راه مديور هنا ومديور هنا حاول تحيدو. ديك الساعه حنا ما كنتصلوش بداك لان عيب تتصل بواحد تقول لي غادي نديرك ويقول لك واخا ومن بعد تجي تقول لي تصور معايا انا دابا كون اتصلت بهيفاء وهبي وقلت لها راه بغيتك وهذا وقالت لي واخا كاع ومشيت والمستشار قال لي لا السي الناصري انا ما بغيتش هذيك السيده مثلا السمعه ديالها ما غاداش مع المنتوج ديالي واش غادي ندير انا مع ديك الساعه مع هيفاء نولي انا وياه محاكين نعودهم كامشين. دونك حاجه اللي كانت نورمالمون في اطار خاص مازال غير كتوجد باقي كنوجدوهم الناس خدات هذيك الصحفيه الله يهديها باش غير خرجاتها وهزات بلا عكز عليها التليفون باش تبان شوف شوف هادو هادو راه مغاربه خوتك اون بلوس الله يهديهم. راه قالها السي محمد ميفتح بلاصتك رسالة من عند فنانين مصيفطينها حتى لدمشق باش كيقولوا انه راه كيبيع ويشري فيهم شو هاد الناس الله يهديهم. دابا بعوض فاش يوقفوا مع والله مصري ما يديرها
مصريين خصك تشوفهم كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم، كيفاش الاعلام ديالهم غادي مع بعضياتهم. الحرب حنا هاد الحرب ما عرفتش علاش كاينه، وما عرفتش علاش الناس تيقلبوا غير باش ياديوا الواحد وباش. لكن هذا ما تيمنعش ان كاين اعلاميين اللي في المستوى الهائل والله يعمر لهم الدار، وتيهزوا بالفنان المغربي ولا في اللقاءات ديالهم ولا حتى في الاسئله اللي هاد لما كنهضروا على الاحراج، اسئله محرجه كيطرحها عليك بواحد يعني واحد الموضوعيه وواحد العقلانيه وكتجاوب على. ولكن واحد كيشد على خبر هكاك وكيلوحو وكيبر كيشير حشومه عيب ويضرب في الناس. انا شفت كاع ناس وصلوا معاهم المساكن المسائل العائليه ديالهم وضربوهم في العائلات ديالهم وحرجوا مع وليداتهم مع ابائهم حشومه. هادشي خصو يحيد هادشي. تفضل نعمس. تفضل السي المحرج. إلا تواصلتي مع هيفاء وهبي اللهم لا حسد ثلاثة وهاب تليفون هاب تليفون أخويا رشيد نعمس نتلاقاو في ليلوج باش تسلفني. أوكي نعمس نختم ونخليو الجمهور يحكم. شكرا لك سعادة المحريش. نمشيو لآخر فقرة في برنامج سعيد مساري. نعمس آخر كلام. آخر فقرة في البرنامج سعيد ناصري وفيها سؤال واحد. شنو الحاجة اللي ندمت عليها سعيد في المشوار الفني ديالك كامل؟ ما ندمت على حتى حاجة. عمل مثلا ما راضيش عليه أو لا تصرف ما راضيش عليه أو لا. لا لا والله لا. شوف أي حاجة كيف قلت لك قبيلة من الأخطاء يتعلم الإنسان. أنا ما يمكنش تدوز حياتك كلها وأنت كتجيب تجيبها في الصواب. لا ولكن ما يمكنلكش عاوتاني تدوز حياتك كاملة وما تندم على والو. لا ما تندمش عليها لأن علاش ما ندمتش عليها؟ لأن ما كانتش وكانت شي حاجة اللي كتكون مثلا نيفاست يعني درتيها صافي وصافي هي خرجت عليك حياتك أو لا مثلا واحد كيلعب تيرسي ولا كيلعب شي كوارتي ولا كيلعب داك القمر وخرج على راسه وغيندم عليه. أما في حياتي الفنية وعملي الفني ما تندم على حتى حاجة اللي درتها وكانت خطأ تعلمت منها واللي كانت صواب استفدت منها والحمد لله مادام أنني باقي واقف وخدام وباقي واحد الحب. أنا دابا الجميل في هذا الشيء كله واللي تخليك ما تندمش هو أن الوليدات الصغار دابا يعني من 10 سنين 12 عام 13 عام كنلقاهم كيتفرجوا في اليوتيوب وكيتفرجوا في الأعمال القديمة وكتعجبهم يعني بحال دابا البانديا باقي الحال الآن كيشوفوه. فمثلا ولد الدرب ما كيشوفوش علاش بقى ربما ما. ولكن انا ولد الدرب هو السبب اللي خلاني رغم انني ندمت عليه ديك الساعه لانني درته بديك الطريقه وشفت مخرج اخر وما درتش الثقه في راسي. ولهذا تنقول الانسان خصو يكون عنده ثقه في نفسه ولكن هو اللي دفعني انني ندير الباندي وندير ليه الاخراج وتماك بديت الاخراج يعني اعطاني ثقه في نفسي. فما ندمتش على شي حاجه اللي ندم على كون درت شي حاجه التي تغضب الله عز وجل اللي كيندم عليها العسل او شي عمل اللي كتكون تتأدي فيه شي حد او كتضر فيه شي حد هو اللي كتكون. انا قلت لك ندمت غير على دوك الاخطاء بعد الناس اللي ربما جرحتهم ولكن الحمد لله رجعت الامور الى مجاريها وتتعاود تقول له اسمح لي وكدير حوايج اللي خايبين واللي ما تقدرش تصلحهم هما اللي تقدر تندم عليهم. الحمد لله اللهم لك الحمد. دوزي وقت ممتع الحمد لله وما ندمتش على على الاستضافه ديالك. ما نضمنش غندم على حياتي ان شاء الله ما يكونش اخر لقاء ان شاء الله وما يكونش هذا هو اخر كلامنا. موعدنا ان شاء الله كيف ما كنقول لكم دائما المشاهدين وانا متاكد انكم كذلك تبعتوا معنا الحلقه كاملها وكنشكركم بزاف فريمون من قلبي الخالص لانه كنقرا جميع لي كومونتير ديالكم على القناه ديال شاده تي في على اليوتيوب. شكرا بزاف النصائح ديالكم الانتقادات ديالكم التشجيعات ديالكم. وموعدنا دائما نفس التوقيت نفس القناه الأسبوع المقبل على شادة تي في في آخر كلام. عمل جد تبارك الله علينا ما غاديش نهضر على الإدريسي لأنه تبارك الله عليه السمعة ديالو هي كتتكلم عليه وتاريخه تيتكلم عليه ولكن كنتكلم على الجو اللي دارت فيه هاد الحلقة هادي وخصوصا المجهود اللي تيقوموا به الطاقم التقني وكذلك المخرج والمحرج نفس الوقت اللي كانت وصلة ذكية جدا من طرف المعد ديال البرنامج كنظن دائما هو السي الإدريسي لأن رشيد تبارك الله عليه له تجربة كبيرة كذلك الجو والديكور جميل جدا والصورة جميلة جدا لأن بحال هاد الحويجات اللي محتاج لها اليوم التلفزيون المغربي. فأنا دوزت وقت ممتع جدا جاوبت على بزاف الأسئلة اللي كيتسألوها الجمهور ومن خلال الأسئلة ديال السي رشيد عرفت أشنو الجمهور باغي يسمع من سعيد الناصري وخلاني أنني ندافع على راسي بكل حرية ونتكلم على نفسي بكل تلقائية. شكرا لكم جميعا شكرا لشادة تي في
شكرا للطاقم التقني ديال شادة تي في، شكرا للمخرج والاسيستون المخرج، شكرا للماكيوز اللي رداتني زويول ومقاد، وتبارك الله عليكم. وما تنساوش انكم تشوفوا هذه الحلقه والحلقات كلها، وتا اللي فاتوا يرجع اليوتيوب ويقلب على الحلقات لانها حلقات ممتعه جدا. شكرا رشيد على الاستضافه ديالك وعلى الثقه ديالك سعيد ناصر. آخر كلام.